بسم الله، اليوم راح أبدأ مع أول درس في مقرر المعادلات التفاضلية العادية اللي هي الإكويشن معادلات Differential التفاضلية Ordinary العادية. طبعا هذه صورة الكتاب لو حابين تبحثوا عنه، موجودة أتوقع في مكتبة الجامعة. أول شابتر يتكلم عن الانترودكشن اللي هي المقدمة في المعادلات التفاضلية. طيب طبعا أول شابتر فيه 3 دروس، بس إحنا راح ناخذ أول درس وثاني درس. هذه الأهداف. طيب خلاصة هذه الشريحة، هو حاب يعلمني الاندبندنت والديبندنت، أو إنه أساسا دكتورة يعني إنه ما قرأت كلمة هنا، لكن عطتنا المختصر. طيب يقول لي دائما ترى إذا عندي كسر، طيب غالبا مو غالبا دائما الديبندنت الديبندنت في البسط والاندبندنت في المقام اللي هو المتغير التابع والمستقل. طيب هذه بشكل دائم. طيب ايضا عطتنا شكل المعادله التفاضليه العاديه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي واي برايم او دي واي باي دي اكس او بقيه الاشكال اللي اخذناها في كالكولس 1. طيب عطتنا معلومه ثانيه ايضا، تقول لي إذا عندي y تساوي e أس 2x وحابة أشتقها، كيف أشتقها؟ أنزل الاثنين اللي في الأس اللي هي مشتقة، أو عفوا خلني أنزلها، أول شيء أنزلها نفس ما هي اللي هي e أس 2x، هذه قانون في المعادلة الأسية. طيب أنزل ال e أس الأس نفس ما هي، طيب بعدها أشتق الأس، طيب اشتقاق 2x اللي هي 2 فأضربها. طيب لو كان عندي تكامل، أو عفوا خلنا نقول إني إي أس 2x حابة أجيب لها التكامل نسبة إلى الإكس، طيب هنا بيختلف، راح أنزل إي أس 2x نفس ما هي، لكن ما راح أضرب في مشتقة الأس، لا راح أقسم على مشتقة الأس. طيب بعدها عندي في هذه الشريحة يعلمني differential equation اللي هي المعادلة التفاضلية، لا قال لي لا جزئية ولا عادية. طيب يقول لي إن هي معادلة تتكون من one or more dependent اللي هي اللي قلنا عنها في البسط، with one or more independent variable، يعني طبعا هو بتنقسم بعد شوي إلى جزئية وعادية، ولكن هو يتكلم لي الآن عن differential equation بشكل عام. طيب هنا يقول لي أعطيش الأشكال، هذه الأشكال dy by dx، يقول لي ترى الواي هي dependent زي ما قلنا اللي تكون في البسط. طيب هنا يقول لي ترى differential equation عندها بعض الخصائص اللي هي التايب اللي هي بندرسها بعد شوي، والأوردر أيضا، واللينيارتي. راح ندرس هذه الخصائص إلى differential equation بشكل عام. طيب الآن يقول لي الordinary differential equation اختصارها ODE اللي هي المنهج اللي احنا قاعدين ندرسه. طيب يقول لي هي عبارة عن معادلة تتكون only when ordinary derivative of one or more dependent عندي في البسط إما واحد أو أكثر طبعا variable. طيب بالنسبة إلى المقام يقول لي تراها single independent variable، يعني في المقام لازم يكون عندي فقط متغير واحد. كيف؟ عندي هنا ال dy by dx، شايفين هنا في حاجة غيرها؟ لا، اللي هي المشتقة الثانية والمشتقة الأولى، طبعا هذه بالبرايم، هذه أشكال، طبعا هنا في المشتقة الثالثة أيضا، هذه أشكال ال ordinary differential equation. طيب بعدها أعطيني أيضا بعض الأمثلة، يقول لي dx by dy ما تفرق، اللهم أنه يقول لي ترى أنا يهمني أن في البسط عادي أكثر من متغير، لكن في المقام عندي متغير واحد فقط، يعني شوفي هنا dx وهنا dy، بس ترى المقام نفسه dt dt، هذا اللي يهمني. طيب هنا نروح للنوع الثاني اللي هي partial differential equation اللي اختصارها PDE. طيب يقول لي تراها معادلة
عندها one or more dependent في الباست عندها إما واحد أو أكثر with two or more independent يعني حين عكس الordinary. طيب أعطيني أشكال إليها، قل لي هذه الأشكال للpartial derivative إما هذه إما عندها أكثر من متغير في المقام. طيب هنا يقول لي تراها ما ترى في البارشال ديريفيتيف بارشال ديفرنشال ايكويشن ما عندي واي برايم ولا عندي دي واي باي دي اكس. ليش؟ لان هذه تبع الاوردينري او دي او دي اي. طيب وش يميز لي البارشال ديريفيتيف؟ يقول لي اما بيحط لي هذه علامه البارشال هي هذه مثلا partial u by partial y أو بيقول لي y بالنسبة للx مرتين أو مرة ما تفرق. اللهم إن هذه أشكال p d e. طيب هنا يقول لي لو كان عندي اشتقاق رابع أو أعلى، يعني أنا أعرف في ال أعرف المشتقة الأولى هذه شكلها، المشتقة الثانية هذه شكلها، المشتقة الثالثة هذه شكلها. طيب المشتقة الرابعة، يقول لي المشتقة الرابعة لا، هنا ستوب. يقول لي حطي واي، حطي أربعة، حطي قوسين. ما حطيت القوسين المس بتحط لي خطأ. طيب لازم قوسين طبعا بالنسبة للأربعة وفوق، واي مشتقة الرابعة، المشتقة الخامسة، المشتقة السادسة، كلها نفس الكلام. طيب إلى الآن أنا درست فقط التايب للديفرنشال إيكويشن، يعني الديفرنشال إيكويشن عندها تو تايب اللي هم الأوردينري ديفرنشال إيكويشن أو البارشال ديريفاتيف ديفرنشال إيكويشن. بعدها راح أدخل في مفهوم جديد اللي هو الأوردر اللي هي الخاصية الثانية للمعادلات التفاضلية. طيب أتعرف على الأوردر اللي هي أعلى مشتقة في المعادلة. طيب كيف يعني أعلى مشتقة؟ يعني عندي هنا طبعا يذكرني المشتقة الأولى أو المشتقة الثانية أو الثالثة. طيب أنا حاطة كذا مثال، المشتقة الثانية أس خمسة زائد اثنين واي برايم زائد ثلاثة واي تساوي إي أس إكس. طيب أنا عندي الآن المشتقة الثانية هنا والمشتقة الأولى هنا. طيب هنا لما يسألني عطيني الأوردر، عندي اثنين وعندي واحد، أعلى مشتقة للمعادلة اللي هي اثنين. ألاحظ أعلى مشتقة مش أعلى أس، هذه أعلى أس. أنا يهمني أعلى مشتقة، أعلى مشتقة اللي هي اثنين، فراح أقول له هنا إن تراها second order. طيب في المعادلة الثانية عندي هنا الاشتقاق من الدرجة الثالثة وهنا الاشتقاق من الدرجة الأولى أس ثلاثة، لكن أنا ما يهمني الأس، أنا يهمني الاشتقاق. طيب عندي ثلاثة وعندي واحد، أعلى مشتقة اللي هي الثلاثة اللي هي third order. طيب أتمنى أن وضحت الفكرة. هنا عطيني كذا مثال. عطيني هنا لو ألاحظ عندي هذه المشتقة الأولى ما عندي غيرها، فهنا يقول لي تراها first order equation. هنا عندي مشتقة ثانية هنا مشتقة أولى، ترى يقول لي أعلى مشتقة اللي هي اثنين تراها second order. أيضا هنا عندي مشتقة ثالثة وما عندي غيرها فيقول لي تراها third order. هنا أيضا كذا مثال عطيني إياه. عندي هنا طبعا هذا عطاني إياها بشكل آخر اللي هي المشتقة الثالثة، هذه المشتقة الثالثة، هذه المشتقة الأولى. طيب أعلى مشتقة اللي هي الثالثة فقال لي إن هي third order. طيب هنا مشتقة ثانية وهنا مشتقة أولى، أعلى مشتقة اللي هي الثانية فيقول لي إنها ترى second order. طيب هنا عاطيني فكرة، يقول لي y ناقص x dx زائد 4x dy تساوي صفر. طيب أنا اللي أعرف أشكال الاشتقاق إن هي إما dy by dx أو dx by dy اللي هو. طيب أنا عندي هذا في طرف وهذا في طرف، كيف أنقل للطرف الثاني؟ أقسم كل الأطراف إما على دي واي وإما على دي إكس. طبعا هذا عشان ما نتبادر، ترى هذه رقم ثلاثة مش تابعة للمسألة. طيب لما أقسم على دي إكس للطرفين
أتوقع عندي في الحد الأول هذا وهذه في الحد الثاني، فتكونت عندي مشتقة أولى في هذا الطرف، فأنا من هنا عرفت أن تراها first order. بعد ما انتهينا من خاصية الأوردر نجي الآن إلى الباور. طيب يقول لي وش هو الباور؟ يقول لي تراها أعلى مشتق درجة أعلى مشتقة الدرجة يعني اللي هي الأس. طيب أعطي مثال، عندي واي دبل برايم الكل أس 5 زائد 3 واي برايم الكل أس 7 زائد 2 واي تساوي إي أس إكس. طيب أعلى مشتقة للدالة وين؟ هذه أعلى مشتقة اللي هي لو يسألني عن الأوردر فراح أقول له تراها السكند أوردر. طيب والباور، الباور يقول لي تراها الدرجة لأعلى مشتقة اللي هي راح تكون 5 ديجري. أتمنى وصل. طبعا هذا يجي في الكوز في الفاينل في المد يعني ما يخلى أبدا. طيب هنا عطيني كذا مثال، يقول لي وين أعلى يعني يقول لي يسألني عن الأوردر يسألني عن الديجري. طيب أعلى مشتقة للدالة اللي هي هذه صح، راح أقول له أعلى مشتقة اللي هي second order. طيب بالنسبة للديجري ما عندي أي أس فراح تكون first order. نفس الشيء بالنسبة إلى هذا المثال. طيب عندي في هذا المثال فيه فكرة، y دبل برايم تساوي قوس الكل أس كسر. طبعا عندي ملاحظة أن لازم تكون الدرجة عدد صحيح وليس كسر، مستحيل يقول أن هذه ديجري خطأ. طيب عشان أتخلص من كسر بأس راح أربع الطرفين، بعد ما ربعت الطرفين هنقول هنا تربيع وهنا تربيع، تروح الاثنين مع الاثنين فيبقى لي الثلاثة. طيب نجي الآن وين أعلى مشتقة؟ هي واي دبل برايم، راح تكون second order. طيب والدرجة اللي هي 2 second order عفوا second. بعدها راح نتعرف على خاصية جديدة للdifferential equation اللي هي linearity. طبعا اللينير عندي إليها شرطين، الشرط الأول يقول لي أبغى تكون الواي وجميع مشتقاتها من الدرجة الأولى، هذا الشرط الأول. طيب الشرط الثاني يقول لي ما أبغى تكون نفس النوع مكررة مرتين. كيف يعني؟ يقول لي ما أبغى تكون y برايم مضروبة في y تربيع مثلا، يقول لي هذه not linear. طيب وبعد أضيف عليها شيء يقول لي أن الدوال اللي فيها انحناء ما أبغى تكون بالنسبة إلى y. كيف يعني؟ يقول لي ترى sin y هذه not linear. مثلا جذر الواي نات لينير، ايضا الاي اس واي نات لينير اللي هو نفس الكلام اللي راح يقوله بعد شوي. طيب هذا ضربت المثال ان ترى واي برايم مضروبه في الواي نفس النوع مرتين، فهنا قلت له لا هذه نات لينير، بس عادي اقول له ترى فيرست اوردر وما الى ذلك. طيب هنا عطيني امثله، طبعا نفس الكلام اللي قلت الساين والاي والجذر الدوال اللي فيها انحناء ما يبغى تكون بالنسبة إلى الواي، لو كانت بالنسبة إلى الإكس ما عندي أي إشكالية. طيب فهنا يقول لي هل هي لينير؟ هقول لأنها لا. ليش؟ لأن الساين واي هي اللي خربت عليه. طيب هل هذه لينير؟ أيضا لا، لأن الإي أس واي خربت، أيضا هنا جذر الواي خربت عليه. طيب بالنسبة إلى الخمسة عندي واي دبل برايم مضروبين في بعض، فأيضا هذه نوت لينير. بعدها راح نتعرف على مفهوم جديد اللي هي الهوموجينيوس. يقول كيف أعرف أن الدالة هوموجينيوس أو لا؟ عندي خطوتين، أول خطوة أني أرتب المعادلة. كيف أرتب المعادلة؟ بحيث أني أجعل الواي بحيث أني أجعل اللي فيها واي في طرف واللي فيها إكس في طرف. طيب بعدها إذا كانت المعادلة تساوي صفر هنا راح أقولها هوموجينيوس، لا تساوي صفر فهي not homogeneous. طيب هذه يقول لي إن هي dx تساوي صفر for all values of x other it's not non homogeneous.
طيب أعطي مثال، عندي 3y double prime زائد 5xy prime زائد sin الx زائد 1 تساوي الصفر. هل هذه homogeneous؟ ما أقدر أحكم لأني لازم أرتب اللي فيها x أنقلها إلى الطرف الثاني، يعني أخلي، يعني هدفي الأساس إني أخلي اللي فيهم y في طرف. طيب 3y prime double prime زائد 5 xy prime تساوي سالب sin x سالب 1، فهذه non homogeneous. هنا عاطيني بعض الأمثلة، عندي في الطرف الثاني بالنسبة للx e أس x فهي not homogeneous، هنا عندي بالنسبة إلى الy في طرف والطرف الثاني يساوي صفر فهي homogeneous، أيضا هنا الطرف الثاني يساوي لي x فهي not homogeneous. بعدها راح يعلمني عن الـ ordinary differential equation with constant coefficients اللي هي المعاملات الثوابت، اللي هي هذه أكبر مثال عندي اللي يكون مع الواي معاملات ثوابت 1 2 3 اللي هو. طيب بعدها يعطيني النوع الثاني ordinary with variable coefficients اللي هي معاملات متغيرة اللي هي الx x تربيع e أس x أو ما إلى ذلك. طيب مو هذا السؤال، سؤالي لو كان عندي في المعادلة طرف في ثابت وطرف فيه متغير، هل أحكم إنها مع معاملات ثوابت أو معاملات متغيرة؟ يقول لي مجرد إنه يكون عندي ثابت 1 فهنا راح أقول على طول إنها ordinary differential equation with constant differential with constant coefficients. هذه عندي بعض الأمثلة، يعني جمعها إلي كلها في مرة واحدة بالنسبة إلى الأوردر، بالنسبة إلى الهوموجينيوس، بالنسبة لللينير with constant or with constant or variable coefficients. طبعا راح أعدي الشرايح اللي قبل، راح أركز على المهم. طيب عندي مفهوم جدا 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 مهم بالنسبة للسوليوشن، إما عندي explicit أو implicit. explicit اللي هو بشكل صريح، implicit اللي هي بشكل ضمني، يشبه الاشتقاق الضمني والاشتقاق الصريح اللي أخذناه في calculus 1. طيب كيف يعني explicit solution؟ يعني يعطيني إياه بشكل صريح، y تساوي كذا، y تساوي. طيب وراح يعطيني حل، وش المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا اثبت ان ترى هذه مثلا هنا طالب مني شو ان الواي تساوي كذا هي سوليوشن الى هذه المعادلة، مع العلم ان a1 و a2 هي كونستانت. طيب بديهي لو عطاني اي حل وطلب مني اني اتأكد هل هو حل لهذه المعادلة او لا، بشكل صريح اتكلم بشكل صريح، يعني راح اعوض في المعادلة وراح أشوف هل تساوي الطرف الثاني أو ما تساوي. طبعا هذا المفهوم جدا مهم بيمشي معانا للمقرة تقريبا كامل، فراح أحل السؤال، راح يعطيني معادلة، راح يعطيني واي تساوي، راح يعطيني معادلة. طيب ألاحظ المعادلة عندي مشتقة أولى، عندي المعادلة نفسها اللي هي واي ومشتقة أولى ومشتقة ثانية. طيب أول شيء راح أقول ترى الطريقة left اللي هي left hand side تساوي right hand side، هذه جدا جدا مهمة. طيب بعدها راح أقول له ترى ال y تساوي a1 e السالب x زائد a2 e السالب x. طيب بعدها راح أشتق بالنسبة للمعادلة، المعادلة عندي مشتقة أولى ومشتقة ثانية، راح أطلع المشتقة الأولى y برايم تساوي a1 ثابت مشتقة ال e والسالب x اللي هي e والسالب x ولا أنسى السالب اللي هي مشتقة ال s زائد a2 e والسالب x لكن مضروبة في السالب، أو عفوا مضروبة في السالب، فرح تكون سالب a2 e والسالب x. طيب بعد عندي مشتقة ثانية اللي هي راح أقول y double prime تساوي a2 عفوا a1 e والسالب x مشتقة e والسالب x أصلا سالب، سالب مضروبة في السالب هذه
راح تروح فتبقى لي موجة. ما راح أحط إشارة، راح نزل A2 هي أس سالب X، سالب X مشتقتها سالب، فسالب مع سالب انقلبت معاي إلى موجة. طيب الخطوة اللي بعد هذه راح أقول ترى left hand side تساوي، أجي أعوض في هذه المعادلة. طيب ما تبهدى، أعوض عفواً، أعوض في هذه المعادلة. طيب عندي y double prime، وش هي y double prime؟ اللي هي هذه، راح أنزلها a1 e أس سالب x زائد a2 e أس سالب x ناقص y prime. وين y prime؟ هذه y prime، أنزلها نفس ما هي بإشارة سالبة، يعني اللي عندي سالب أقلبه إلى موجب، والموجب أقلبه إلى سالب. عندي هي سالب، فراح تصير a موجب a1 e أس سالب x زائد a2 e أس سالب x. انتهيت؟ لا، عندي سالب 2 y، هذه y أضربها في سالب 2، أكمل هنا سالب 2 a1 e سالب 2 a1 e والسالب x سالب 2 a2 e والسالب x. طيب الآن مجرد عندي حدود متشابهة، عندي a1 e والسالب x مع a1 e والسالب x صارت كم؟ صارت 2 a1 e والسالب x. عندي هنا سالب 2 e والسالب x، فتروح ثلاثتهم يروحوا مع بعض. طيب بعدها عندي a2 e أس سالب x اللي هي هذه، عفوا نغير اللون، a2 e أس سالب x مع a2 e أس سالب x مع سالب 2 e أس سالب x، فيبقى فلما يروحوا كلهم فيبقى معاي صفر، صفر اللي هي نفس هذه. فهل تحققت انها حل؟ نعم. ليش؟ لأن تكون عندي إن left hand side تساوي right hand side، لأني أصلاً هنا كنت أسأل هل هم متساويين؟ أنا تحققت إنهم متساويين، فراح أقول إن yes، إن y هنا تحققت، فهنا تحققت إنها حل، فراح أقول إن yes ترى y تساوي a1 e أس سالب x زائد a2 e أس سالب x is solution of المعادلة اللي هو عاضني إياها y double prime سالب y prime سالب 2 y تساوي الصفر. طبعا هذه النوع الأول اللي هي explicit. هنا بيعطيني لو كانت implicit اللي هي ضمنية، اللي هي ما أقدر أفصلها، يعني هذه ما أقدر أفصلها عن هذه الطرف، ولها طريقتها المعينة لكن مش متمكنة منها، فما أقدر إن أنا أشرح هذا الجزء. بعدها عندي مفهوم اللي هي general solution اللي هي اللي تحتوي على ثوابت، طبعا هذا راح ناخذه بشكل أدق ومفصل في الدروس اللي بعد هذه، لكن بشكل عام لما يقول general solution يعني تحتوي على ثوابت، يعني زي من شوي اللي كانت y تساوي، كبر هذا، إن كانت y تساوي a1 e أس سالب x زائد a2 e أس سالب x، هنا عندي أنا أصلاً ثوابت اللي هي مجاهيل، أنا ما أعرف وش هي، بس غالباً في المعادلات تكون y تساوي c1 e أس x زائد c2 إلى ما إلى ذلك، يعني غالباً بنتعامل مع c أو ال a، بس الأكثر مع c. فيقول لي ترى الجنرال سوليوشن هي number of arbitrary constants equal the order of ODE، يعني لو كانت المعادلة من المشتقة الثانية فبديهي في الحل راح يكون عندي C1 و C2، هذا المقصد يعني. طيب نجي إلى الـ particular solution. الـ particular solution يقول لي لا، أنا أعطيني قيم للC اللي من شوي كنتي ما تعرفي قيمتها، أنا الـ particular solution أبغى أعرف قيمتها،
يعني ما تجي تقولي لي y تساوي c1 e أس x زائد c2 e أس 2 x مثلا، هذه particular خطأ. particular يعني عندي قيمة لل c1 وال c2. مثلا بعد الحد تكونت أن c1 تساوي 2 c2 تساوي 3 مثلا، حقول أن y تساوي 2 e أس x زائد 3 e أس 2 x، هذه particular solution. يقول لي يعني زي هنا يقول لي not contain any arbitrary constant، ما عندي أي ثابت افتراض، كلهم معلومين عندي. بسم الله، اليوم راح أبدأ مع الدرس الثاني اللي هو initial value problem. طبعا وش فكرة ال initial value problem الأساسية؟ إن هي تحول لي general solution إلى particular solution اللي هي أخذناها نهاية الدرس السابق، اللي هي كان لما كان عندي general solution كانت تحتوي على ثوابت c1 c2 a1 a2، البارتيكولر سوليوشن اللي هي يكون عندها قيم للC1 والC2 اللي هي الافتراضية. طيب عندي هنا الـ initial value problem، يقول لي ان عد على حسب عدد، طبعا initial value problem اللي هي القيمة، يعني هي قيمة ابتدائية. طيب طبعا دائما بيكون عندي شروط في البداية. وش هي الشروط؟ الشروط اللي هي على حسب الأوردر، لو كان الأوردر 3 راح يكون عندي الشروط 3، لو كان عندي الأوردر 4 راح يكون عندي الشروط 4، بس غالبا تكون عندي إما شرط واحد إما شرط ثاني تسهيلا للحل. طيب مثلا لو كان عندي y دبل برايم كل تربيع زائد 2 x تساوي e أس x، بديهيا راح يكون عندي y x اللي هي مثلا نقول 27. طبعا خلنا نعطي قيمة هنا، هي غالبا تعطى قيمة y واحد مثلا تساوي 27، y برايم للاثنين مثلا تعطيني 3. ليش عندي شرطين؟ لان هي اصلا من الاوردر 2، طيب اللي هي المشتقة الثانية. يعني لو كان عندي من المشتقة الثالثة راح يكون عندي y، عندي y برايم وعندي y دبل برايم. طيب هذه الفكرة الأساسية. طيب هذه هنا عندي أيضا معطيني، يقولي لو كان عندي هي المشتقة الأولى راح يكون عندي شرط واحد بس، لكن لما تكون المشتقة الثانية عندي شرط أول بالنسبة للy، شرط ثاني بالنسبة للy برايم. طيب initial value problem بيطلب مني سولف، مجرد يطلب مني سولف راح أتبع الخطوات اللي بعد شوي راح ناخذها. طيب هنا عطيني مثلا ايه، هنا بيقول لي هذه الشروط، غالبا بيعطيني الشروط في المسألة. طيب هنا وش يقول لي؟ يقول لي لما تكون عندي second order راح تكون مكونة من y وy برايم اللي هي الشروط اللي قلتها من شوي، لما تكون third order راح تتكون من y برايم y دبل برايم. طيب عندي هنا مسألة جدا جميلة وتختصر لي الخطوات، أو تختصر الخطوات يعني إنها تبين لي الخطوات بشكل عام. طيب هنا يقول لي في فقرة A show إن الفانكشن y تساوي هي solution إلى هذه المعادلة. طبعا لما أثبت إنها solution نفس الطريقة اللي أخذناها في درس 1.1 اللي هي أجيب المشتقة الأولى المشتقة الثانية وأعوض في المعادلة وأتحقق. طيب نفترض ان احنا جربنا وتحققنا انها سوليوشن. بعد ما تحققنا انها سوليوشن في فقره بي يقول لي find particular solution of initial value problem، اعطيني هذه واعطيني الشروط، قلنا انه بيعطيني شروط. طيب اجي على جنب اقول له ترى بما انك طلبت initial value problem فانت بتحول لي general solution الى particular solution. طيب وين الجنرال سوليوشن؟ هذه الجنرال سوليوشن. ليش حكمنا على هذه general solution ما حكمنا مثلا على هذه أو مثلا على هذه؟ لأن general solution يميزها أنها تحتوي على ثوابت، إحنا قلنا هدفنا أن احنا نحول الثوابت إلى أعداد. طيب أجي على جنب أخذ مثلا هذه general solution اللي هي y تساوي a1 e سالب x زائد a2 e أس 2 x، أخذ معي الشروط أو المعادلة أيضا y دبل برايم سالب y برايم سالب 2 y تساوي الصفر، y للصفر تساوي 2، y برايم للصفر تساوي سالب 3. طيب عندي كخطوة أولى
أول خطوة كمان أودي إنهم يبقوا معاي. طيب خطوة أولى إني أبدأ من الجنرال سوليوشن، من هذه عندي الجنرال سوليوشن أنا كتبتها، أنا حققت الأولى هذه الجنرال سوليوشن. طيب رقم اثنين يقول لي استعرضي الشروط، طيب هذه استعرضت الشروط حققت اثنين. طيب فقرة ثلاثة يقول لي عوضي في الشروط، يعني عند الواي الصفر روح عند الواي، أو عفوا عفوا خطوة ثلاثة إني أحسب المشتقة، مش عندي أنا عندي شرط الواي والواي برايم، طيب أنا ما عندي الواي برايم فروح أشتق الواي، هي عندي واي برايم تساوي أشتقها اللي هذه تكون سالب a 1 e أس سالب x زائد 2 a 2 e أس 2 x. طيب اشتقيت. خطوة أربعة أعوض في الشروط، يعني عندي شرط بالنسبة للواي وشرط بالنسبة للواي برايم، أبدأ بالنسبة إلى الواي برايم اللي هي واي الصفر تساوي اثنين. وش تعني واي الصفر تساوي اثنين؟ يعني إن الإكس عبارة عن صفر والواي عبارة عن اثنين، تعالي عوضي في هذه، بجي أعوض عن الإكس بصفر، لما أعوض عن الإكس بصفر اي الصفر بواحد، واحد في اي ون فهي اي ون. نفس الشيء بالنسبة الى اي تو اي اس اثنين اكس زائد اي تو، بتبقى اي الصفر بواحد، اي ون زائد اي تو بسويها بالواي اللي هي اثنين. طيب خلص يعني الاول، اجي الى الثاني. الثاني اللي هو الشرط الثاني اللي هو يقول لي واي برايم للصفر تساوي سالب ثلاثة. طيب أجي أعوض في المشتقة، هذه المشتقة أعوض عن الإكس بصفر والواي بسالب ثلاثة، واي برايم عفوا. طيب يعني هنا بتساوي للمعادلة سالب ثلاثة، الإكس بصفر بتساوي لي واحد، فسالب أي وان بيبقى لي زائد اثنين أي تو أي أس اثنين إكس بصفر. طيب فتكونت عندي معادلة أولى ومعادلة ثانية. طيب في الخطوة الخامسة، صرت الخامسة صح؟ في الخطوة الخامسة راح أجمع المعادلات عشان يتكون عندي A1 و A2. عندي الأولى اللي هي A1 زائد A2 تساوي 2، والثانية سالب A1 زائد 2 A2 تساوي سالب 3. راح أجمع المعادلات A1 مع A1 بتروح، فبتبقى لي 3A2 تساوي لسالب 3 و2 بسالب 1، معناته أن الـ A2 عبارة عن سالب 1 على 3. طيب هل انتهيت؟ لا، لازم أني أنا أكون A2. طيب فراح أقول، راح أعوض في إحدى المعادلات ولتكن هذه المعادلة أسهل، أقول A1 ونعن تكون معي A2، A1 A2 أعوض عنها سالب واحد على ثلاثة تساوي لي اثنين، أنقل واحد على ثلاثة للطرف الثاني، فA1 تكونت عندي سبعة على ثلاثة. الآن حصلت على قيمة A1 وA2. هل انتهيت من الحل؟ دول المسألة أن غالبا البنات يخطأوا في هذه الخطوة، أن ينسوا يكونوني Particular Solution، مش أنا عندي general solution، أنا طالب particular solution مش طالب قيمة a1 و a2. فراح أنزل general solution اللي هي y تساوي a1 e أس سالب x زائد a2 e أس 2 x، مجرد أني أعوض عن a1 و a2 تكون y تساوي a1 اللي هي 7 على 3 e أس سالب x، a2 اللي هي سالب 1 على 3 e أس 2 x. هذه هي الـ particular solution اللي هو طالبها في السؤال. بعدها راح ندرس نظرية الوجود والوحدانية في الـ first order. طبعا ألاحظ هذه في الـ first order، ليش؟ لأنه راح أدرس مستقبلا، يعني حين راح أدرس first order، بعدها راح ندرس second order وأتوقع حتى higher order. طيب
عندي شروط لهذه النظرية. يقول لي أول خطوة أن أخلي المشتقة في طرف والبقية في الطرف الثاني، بعدها أحولها إلى نقطة مكونة من X نوت و Y نوت، بعدها أعرف الـ FXY اللي هو معطيني إياها ومجالها، يعني وين تتحقق أو وين ممكن أن أنا أتحرك بهذه الدالة. طيب بعدها أتأكد أن الـ FXY والبارشال اف باي بارشال واي اثنينهم متصلين على نفس المنطقة اللي هي تحوي هذه النقطة. طبعا الحين راح نطبق. طيب اعطيني هذه الدالة دي اكس باي دي واي، عفوا دي واي باي دي اكس، واعطيني الشرط. فلازم بيعطيني الشرط. طيب اطبق اول خطوة، أضرب المعادلة هناك دي واي باي دي اكس تساوي 3 واي 2 على 3 واي 2 تساوي 0. طيب أول شيء المشتقة في طرف والبقية في طرف آخر هي متحققة، اللي هي أصلا واي برايم تساوي 3 واي 2 على 3. طيب بعدها يقول لي عرفي لي النقطة، هي هذه كوني لي اياها كاكس وواي. اقول له ترى الاكس عبارة عن 2 هي هذه، والواي عبارة عن 0. طيب بعدها يقول لي ادرسي لي اف اكس وواي. اف اكس وواي اللي هي 3 واي اس 2 على 3، اللي هي اصلا لو جيت ارتبها تراها 3 الجذر الثالث الى واي تربيع، صح؟ طيب هي هل هذه الدالة وين متصلة؟ لو جيت يعني بالنسبة إلى الدومين راح ألاقيها متصلة إلى جميع النقاط. طيب فما عندي أي إشكالية معها. طيب لو جيت أوجد partial f by partial y، طيب يعني راح أشتق بالنسبة إلى الواي. طيب فراح أنزل الثلاثة كثابت وأنزل الأس اللي هو هذا 2 على 3 في y والسالب 1 على 3، طرحت من الأس 1. طيب لو جيت أرتبها اللي هي عبارة عن، طب تروح 3 مع 3 تبقى لي 2 على الجذر الثالث للواي. هذه متصلة عند كل النقاط ما عدا الصفر. طيب أصلا عندي النقطة تقول لي ترى الواي بصفر، فهل أضمن وجود حل وحيد؟ يقول لي لو لا نضمن وجود لا غير متصلة عند الواي تساوي الصفر، فلا نضمن وجود منطقة مستطيلة تحوي عليها وهي متصلة، بما معناه لا نضمن وجود حل وحيد لأن عندي واحد من الشروط اختل. يقول لي not continuous أو أقدر أقول not defined، فيقول لي ترى النظرية غير متحققة. طيب يقول لي هنا لو غيرت الشرط، يعني معطيني الشرط إن واي 2 تساوي 0، لو قلت لي يقول لي إن غيرت الصفر خليتها 1، هل بتتحقق النظرية؟ هقول له إيه، حتكون هنا يعني لما أجي أوجد البارشال F باي بارشال Y هي غير متصلة فقط عند الصفر، فلما تكون عند الواحد متصلة فرح أقول له نعم أضمن وجود حل ووحيد أيضا. بسم الله، اليوم راح أبدأ مع درس أول درس في chapter 2 اللي هو 2.2. طيب اللي هي الحين بنتكلم عن the first order differential equation. عندي كذا طريقة إن أنا أحل first differential equation. طيب فالمنسة تقول عشان ما تتبهدلوا مجرد يقول لي first order أو إن أنا أشوف شكل first order direct مخي بيتأقلم إن ترى أنا في chapter 2. chapter 2 يعني عندي كذا طريقة، يعني زي درس اليوم اللي هو هذا اللي هو السبربل أول طريقة، بعدين بناخذ طريقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وما إلى ذلك إلى أن ننتهي من chapter 2. بشكل عام chapter 2 يتكلم لي عن first order، كيف أحل معادلة من المشتقة الأولى. طيب اللي هو هذا هو السبربل، بعدها بناخذ اللينير والإكزاكت والسبستيشن solution by substation. قبل ما أبدأ بعرف السبربل. السبربل يقول لي إنه بيكون قابل للفصل،
كيف يعني لما يكون عندي معادلة هل أقدر أفصلها؟ يعني مثلا ولنفترض أن عندي x أس 3 y تساوي dy by dx، هل أقدر أخلي dx مع متغيرات ال x في طرف مع dy ومتغيراتها في طرف آخر؟ هذه فكرة السبربل، مجرد أن أنا أقدر أفصلهم بهذه الطريقة معناته أقدر أطبق طريقة السبربل. بعدها راح أكامل الطرفين، بعد ما أكامل بحصل على الحل. طبعا غالبا يطلب الحل كواي تساوي. طيب الحين راح نشوف الخطوات. هنا المس عطتنا معلومة مهمة أن الـ E أس مثلا ولتكن E أس X تربيع زائد X، هي في الأصل عبارة عن E أس X تربيع مضروبة في E أس X، يعني الضرب في الدوال الأسية أقدر أجمع الأسس، هذا يعني شيء معروف. طيب هنا علمني خطوات كيف أحل السبربل. قل لما يكون عندي دالة dx و hy وعندي dy by dx، قدرت في النهاية أن أنا أحصل dx متغير بالنسبة للx مع dx وبالنسبة للy مع dy، كل واحد في طرف آخر بغض النظر عن الإشارات. بعدها راح أخذ التكامل للطرفين، مجرد أخذ التكامل ما أنسى c هو ثابت التكامل، وبعدها خلاص بيبقى عندي الحل يعني. طيب عندي كذا معلومة مهمة عطتني إياها المس. يقول لي لما يكون عندي لين دالة مع لين زائد لين دالة ثانية أقدر أجمعهم تحت قيمة مطلقة أو أضربهم عفوا تحت قيمة مطلقة. طيب لما يكون عندي لين في الطرفين أقدر أأثر عليهم بالإي أخذناها سابقا، فبتروح الإي مع اللين فبتبقى لي ترى واي تساوي 5 مثلا. طيب القيمة المطلقة إلى أي شيء تطلع بموجب وسالب، مستحيل أطلعها بالموجب من كيفي، يعني دائما موجب وسالب. يقول لي لما يكون عندي السي أقدر أدخله يعني أو أقدر أعوض عنه، لما يكون مثلا عندي الثابت ولنفترض أن الدالة طلعت معي واي تساوي إكس تربيع ناقص سي، أقدر أشيل هذه وأعوض عنها، أقول له ترى السي عبارة عن ماينس سي، وأرتب المعادلة y تساوي x تربيع زائد c where إن c ترى هي أصلاً عبارة عن سالب c. طبعاً هذه أقدر أطبقها فقط مع c، ما أقدر أطبقها لا مع ال x لا مع ال y لا مع أي شيء، فقط عندي c. طيب هنا حطيت يعني رتبت معلوماتي، مجرد يقول لي solve وشفت first order اللي هي مشتقة أولى وأقدر أفصل، فأنا دايركت عند السبربل. أبدأ مع أول مثال، نقول لي dy by dx تساوي 3x تربيع مضروبة في y زائد 2. أول خطوة راح أفصل dy في طرف والdx في طرف، فراح أضرب في dx للطرفين. طيب بتروح هذه مع هذه، تبقى لي dy تساوي 3x تربيع y زائد 2 dx. ال x مع ال dx مكانها صح، لكن عندي غلط بالنسبة إلى ال y، أقدر أنقلها إلى الطرف الثاني بالقسمة، تكون 1 على y زائد 2 dy تساوي لي 3x تربيع dx. هذا هو شكل السبربل، dy مع متغيرات بالنسبة لل y، dx مع متغيرات بالنسبة لل x. طيب الآن مجرد أني أكامل الطرفين، 1 على y زائد 2 dy تساوي لي تكامل 3x تربيع dx. طيب أكامل تطلع معي لين القيمة المطلقة ل y زائد 2 تساوي لي تكاملها هاي 3x بس 3 على 3 زائد c ما أنساها، تروح هذه مع هذه فهذه يبقى عندي شكل الدالة. طيب هنا طبعا خطوات الحل، وهنا الحل اللي توصلنا إليه، هو حب أنه يطلع الواي بشكل صريح، هي محطوطة الآن بشكل ضمني، حب أنه يطلعها بشكل صريح، أثر عليها بالإي، شال القيمة المطلقة وما إلى ذلك. توصل هنا أعطيني مثال ثاني، راح أكتبه 1 ناقص X تربيع dy by dx زائد x في y تساوي الصفر، وعطيني شرط ابتدائي
واي 2 تساوي جذر 3. طبعا مجرد يعطيني شرط ابتدائي فأنا دايركت راح يتأقلم مخي، ترى أنا راح أطلع قيمة السي، راح أحول الجنرال سوليوشن إلى البارتيكولار سوليوشن. طيب مبدئيا راح أنقل هذه إلى الطرف الثاني، 1 ناقص إكس تربيع عندي دي واي باي دي إكس تساوي سالب إكس في واي. طيب عشان أتخلص من الدي إكس راح أضرب دي إكس في الطرفين، تبقى لي 1 ناقص إكس تربيع مضروبة في دي واي تساوي سالب إكس في واي دي إكس. طيب أنا قدرت أفصلهم بس باقي لي المتغيرات مجرد ترتيب، عندي 1 ناقص إكس تربيع أنقلها للطرف الثاني، والواي راح أنقلها للطرف الثاني بالقسمة، اثنينهم بالقسمة طبعا. طيب راح تبقى لي هنا 1 على واي دي واي تساوي لي سالب إكس على 1 ناقص إكس تربيع دي إكس. تكونت عندي المعادلة، تسهيلا للحل راح أضرب هذا الطرف في، أو راح أسحب اللي هي الإشارة السالبة، تبقى لي 1 على واي دي واي تساوي لي تنقلب هذه موجب السالب إكس تربيع، تنقلب إكس تربيع بالموجب، والواحد راح تصير سالب دي إكس. ألاحظ عندي دالة ومشتقتها، فدايركت راح أطبق قانون للتكامل اللي راح نزل هنا نص، هنا أضرب في 2، راح ننزل هذه أضرب في 2، وهنا إكس تربيع ناقص 1 دي إكس. بعدها راح أكامل تكامل طبيعي، لأن القيمة المطلقة للواي تساوي لي لن القيمة المطلقة للإكس تربيع ناقص 1 المفروض نص زائد نص لن القيمة المطلقة للسي. ليش حطيت لن بقيمة مطلقة، عفوا ليش حطيت السي باللن؟ طبعا هنا بدون قيمة مطلقة لن السي، لأن المعادلة كلها بدلالة اللن، فراح أحط لن السي راح أحط السي بدلالة اللن. طيب بعدها راح أتخلص من الكسر، راح أضرب كل المعادلة في 2، فتبقى لي لن القيمة المطلقة اثنين لن القيمة المطلقة للواي تساوي لن القيمة المطلقة للإكس تربيع ناقص 1 زائد لن السي. طبعا لو خليتها بهذا الشكل، لا عفوا عندي هنا ملاحظة بالنسبة للاثنين، عندي خاصية لللن، يكون عندي مثلا لن 3 لن الاي، اقدر انقل الثلاثة الى اس، فاقدر هنا احول 2 الى اس. ومجرد ترتيبات للمعادلة، بعد الترتيب تكونت عندي أتوقع بهذه الطريقة. طيب بما أن عندي قيمة ابتدائية أو شرط، عوض لي في الشرط عشان يعوض عشان يعطيني قيمة السي، فاكتشف أن قيمة السي عبارة عن 1، عوض لي في المعادلة فقال لي هذه السوليوشن. طبعا بقية الأمثلة للدرس تقريبا يعني إن نفس الفكرة، فراح أخذ هذا المثال اللي فيه فكرة جديدة، بس إن كلهم يعني إن أفصل المتغير كل واحد في طرف وأكامل الطرفين وأوجد يعني الحل، سواء إذا أعطاني شرط ابتدائي أعوض في القيمة وبشكل طبيعي يعني. طيب عندي هذه المعادلة، مجرد إني أشوف جمع ممكن أقول إنهم ما أقدر إني أفصلهم، بس لكن الموضوع فيه شبه حيلة يعني، فأقدر إن أنا أسحب عامل مشترك اللي هو الإكس، فتبقى لي 2 زائد واي، المقام يبقى زي ما هو واي تربيع زائد 1. بعدها أسوي الأشياء الطبيعية، أضرب دي إكس في الطرفين تبقى لي دي واي، راح أنقل هذا الكسر طبعا للطرف الثاني، 2 زائد واي على واي تربيع زائد 1 للطرف الثاني طبعا بالمقلوب، بما أن قسمة تبقى لي واي تربيع زائد 1 على 2 زائد واي دي واي. طيب تبقى لي هنا اكس دي اكس. طيب
قبل ما أكمل عندي هنا درجة البسط أكبر من درجة المقام، فتسهيلا للحل راح أعمل القسمة المطولة اللي هي عندي واي تربيع زائد واحد، وهنا طبعا المستدون نرتبها أحسن، هنا اثنين زائد واي نخليها واي زائد اثنين، فهنا بتكون واي تربيع زائد واحد على واي زائد اثنين. طيب وأجي أقسم قسمة مطولة واي تربيع على جنب على واي، فبتبقى لي واي، تبقى واي أضرب في هذا الحد فتصير معي واي تربيع زائد اثنين واي، بعدها أطرح فتروح هذه مع هذه تبقى لي سالب اثنين واي زائد واحد. طيب أجي على جنب سالب اثنين واي على واي، امسح هذه، فبتبقى لي سالب اثنين، حط هنا سالب اثنين وأضرب سالب الاثنين مرة في الواي ومرة في الاثنين. طيب سالب اثنين في واي فبتبقى لي سالب اثنين واي، سالب اثنين في اثنين سالب أربعة، وأطرح تروح هذه مع هذه سالب أربعة أصبحت موجب أربعة مع الواحد فتبقى خمسة. طيب لما أجي أحلها أقول الناتج اللي هو واي ناقص اثنين زائد الباقي خمسة على المقسوم عليه واي زائد اثنين. الآن بس إني رتبت المعادلة بعد ما أحل حتى. طيب رتبت المعادلة والطرف الثاني x dx. طيب حين أكامل طبيعي، أكامل هذا الحد وأكامل هذا الحد، فبتبقى لي واي تربيع، واي تربيع على اثنين عفوا، سالب اثنين واي زائد خمسة لن القيمة المطلقة لواي زائد اثنين تساوي لي إكس تربيع على اثنين زائد سي. هذا هو الحل النهائي. بقية التدريبات مجرد للتدريب فقط. بسم الله، اليوم راح أبدأ في درس 2.3 اللي هي ثاني طريقة للفيرست أوردر. قبل أخذنا السبرابل، والحين بناخذ اللينير إيكويشن. يقول إن اللينير إيكويشن مع بندرسها بالفيرست أوردر اللي هي المشتقة الأولى. يقول لي بيكون هذا شكلها، تحتوي على مشتقة أولى a1 بالنسبة إلى x، a0 بالنسبة إلى x، إما ثوابت أو دوال بالنسبة إلى x، تساوي الطرف الثاني بالنسبة إلى x. هنا يذكرني بالنسبة إلى الاندبندنت والديبندنت فاريابل، أيضا بالنسبة إلى الهوموجينيوس لما تكون الجي اكس تساوي الصفر. وهنا يذكرني باللينير، شروط اللينير اللي أخذناها قبل. هنا يسألني هل هي لينير أو نوت لينير في هذه المسألة مثلا. طبعا تحتوي على واي أس ثلاثة، واي أس ثلاثة ما تحقق لينير لأنها من شرطها أنها تكون الواي وجميع مشتقاتها من الدرجة الأولى. أيضا هنا تكرر مرتين الواي في مشتقتها، فأنا أقدر أقول أنها نوت لينير. بعدها راح ندرس ستاندرد فورم لللينير إيكويشن. يقول لي أن الشرط الأساسي أن معامل المشتقة الأولى أو معامل المشتقة يساوي واحد، يعني هنا مخفي بس هنا أساساً واحد. طيب معامل الواي يسمى بي إكس والطرف الثاني يسمى إف إكس. طيب هذا جداً مهم أن معامل المشتقة الأولى يساوي واحد. طبعا ما أقدر أسمي هذه بي إكس إلا لما تكون بالستاندرد فورم، يعني بعد ما أرتب. أحيانا يعطيني مثلا أربعة واي داش زائد، طيب ما أقدر أسمي الطرف اللي مضروب في الواي بي إكس إلا لما أقسم كل الأطراف على أربعة فيصير معامل الواي داش بواحد، فهنا أقدر أقول إن هذه بي إكس. بعدها هنا يشرح لي كيف جاء القانون اللي توصل إليه اللي هو جدا مهم اللي هو هذا القانون y تساوي واحد على ميو x. ميو x اللي هي راح ناخذها ميو x تساوي e واستكامل ال p x. ال p x اللي طلعناها من شوي اللي هي معامل ال y. طيب
واحد على ميو اكس في مضروب في قوس كبير ما انساه تكامل الاف اكس اللي طلعناها في المعادله في الميو اكس اللي حسبناها بعد ما نكامل نضيف عليهم سي على الميو اكس. طبعا عندي ملاحظه، لو كان عندي الطرف الثاني يساوي صفر، مثلا عندي هنا معادله هنا الطرف الثاني يساوي صفر، فبيختصر لهذا الحد راح يحذف كامل، فيبقى عندي القانون y تساوي c على mu x. هنا عندي الخطوات عشان أبدأ أحل linear first order. طيب أول شيء أكتبها على standard form اللي هي معاملة المشتقة الأولى بواحد، بعدها أسمي هذه bx معامل ال y، والطرف الثاني أسميها fx. بعدها أبين من هي ال بي إكس ومن هي ال إف إكس. طيب بعدها أحسب الميو إكس اللي هي إي أس تكامل ال بي إكس بالنسبة إلى ال إكس، بعدها أعوض في هذا القانون، أحسب عندي هذا التكامل، وإذا في خسارات أختصر. هنا يقول لي لو كان العكس، لو كانت الدالة بالنسبة إلى الواي، يعني بدل دي واي باي دي إكس تكون دي إكس باي دي واي، بعملها بنفس الطريقة، بي بالنسبة للواي مضروبة في إكس تساوي لي f بالنسبة إلى ال y، يعني دالة بالنسبة إلى ال y، والبقية طبيعية، يعني مجرد إني أقلب، بدل ما أقول y تساوي أقول x تساوي. هنا عاطيني أول مثال راح أطبق الخطوات اللي درسناها. طيب هذا هو عندي المثال، أول خطوة إني أحطها على الستاندرد فورم، ألاقي إن معامل ال y داش بواحد، فتحقق عندي الستاندرد فورم اللي هي أول خطوة. طيب ثاني خطوة أطلع ال px، البي اكس اللي هي معامل الواي اللي هي بسالب ثلاثة. طيب الاف اكس اللي هي الطرف الثاني بستة. الخطوة الثالثة اني احسب الميو اكس، ميو اكس تساوي اي اس تكامل البي اكس دي اكس. طيب اي اس تكامل البي اكس عندي بسالب ثلاثة، فاحط سالب ثلاثة دي اكس. طيب تكامل سالب ثلاثة دي اكس تعطيني اي اس سالب ثلاثة اكس. طيب هذه عندي الميو اكس. يبقى عندي اخر خطوة اللي هي اعوض في القانون، واي تساوي واحد على الميو اكس، ميو اكس اللي هي اي اس سالب ثلاثة اكس. طيب افتح قوس الميو اكس اللي هي عندي اي، او عفوا تكامل اي والسالب ثلاثة اكس في الاف اكس اللي هي ستة دي اكس، زائد سي على الميو اكس اللي هي اي والسالب ثلاثة اكس. يبقى عندي بس اني ارتب، طبعا اول شيء افك هذا القوس، يبقى عندي واي تساوي اي والسالب ثلاثة اكس، اقدر ارفعها الى فوق بالاشارة الموجبة، فتبقى عندي اي اس ثلاثة اكس مضروبة في الستة تطلع معاي برا، فتبقى عندي هنا ستة اي اس سالب ثلاثة اكس تكاملها اي اس سالب ثلاثة اكس على اشتقاق الاس اللي هو بسالب ثلاثة. اقفل القوس، زائد سي ايضا برفع هذه الى فوق، اي اس سالب عفوا مش سالب اس ثلاثة اكس. طيب بعدها عندي اختصار، بروح السالب ثلاثة بتبقى لي سالب اثنين، بعدها بقول y تساوي عندي اي اس ثلاثة اكس مع اي اس سالب ثلاثة اكس، اجمع الاسس فبيبقى لي واحد، واحد مضروب في سالب اثنين يبقى لي سالب اثنين، زائد c في اي اس ثلاثة اكس. هذا هو عندي الجواب النهائي، هو نفس الحل الموجود. عندي في مثال خمسة نطبق فكرة لو كانت الدالة بالنسبة إلى الإكس، يعني المسألة فيها فكرة. طيب فراح أكتبها دي واي باي دي إكس تساوي واي تربيع على واحد ناقص ثلاثة إكس في واي. طيب لأن ما لقينا حل، فراح أقلب الكسور، دي واي باي دي إكس أخليها دي إكس باي دي واي تساوي الكسر الثاني أيضا بقلبه، فأقول واحد ناقص ثلاثة إكس في واي على واي تربيع.
طيب أقدر هنا أبسط شوي، اللي هي بتطلع معاي dx by dy تساوي أفصل البسط، يعني أفصل البسط أخليه على المقام نفسه، يعني واحد على y تربيع هي نفسها نفسها ناقص 3x، الواي بقدر أختصرها مع الواي، واي على واي تربيع فبتبقى لي واي. طيب أصبحت المعادلة بالنسبة إلى الإكس، طيب لأنها بالنسبة إلى الإكس فأقدر أقول إنها إكس داش إكس والبقية في واي. طيب فاللي عندي فيه معامل الإكس أقدر أنقله إلى الطرف الثاني، تصير معي دي إكس باي دي واي زائد 3x على y تساوي لي 1 على y تربيع. طيب الآن أصبحت بالstandard form لأن معامل x داش بواحد، فأقدر أطلع ال px اللي هي تساوي معامل ال x اللي هي 3 على y، عفوا هنا وش px by هنا. طيب ال fy تساوي 1 على y تربيع. طيب أقدر أطلع الميو واي تساوي الإي مستكامل البي واي اللي هي 3 على واي دي واي تساوي الإي 3 تطلع على برا، واحد على تكامل واحد على واي اللي هي لين واي، تبقى لي 3 لين الواي. من خصائص اللين إني أقدر أصعد الثلاثة إلى فوق، فبتصير إي أس لين y أس 3، فأقدر أحذف اللين مع الإي فبتبقى لي y أس 3. طيب الآن قدرت أطلع الميو y، أقدر أطلع أقول إن x عوض في القانون x تساوي 1 على الميو اللي هي y أس 3 مضروبة في تكامل fx أو عفوا fy اللي هي 1 على y تربيع مضروبة في الميو y اللي هي y أس 3 دي واي قفل القوس زائد سي على الميو واي اللي هي اي واي اس 3. اقدر اختصر التربيع بتروح مع التكعيب فبتبقى لي هنا اس 1، فبتبقى لي اكس تساوي 1 على واي تربيع عفوا واي على واي اس 3 مضروبة في تكامل الواي واي تربيع على 2 زائد سي y السالب 3 لو رفعتها إلى فوق. طيب أقدر أختصر الآن، تروح ال y تربيع هنا بتبقى لي أس 1، بقى لي x تساوي 1 على 2y زائد c y السالب 3 هي نفس اللي هم طلعها مع. بسم الله، اليوم راح أبدأ درس 2.4 اللي هي إحدى الطرق لحل المعادلة من الدرجة أو المشتقة الأولى اللي هي الإكزاكت. قبل ما أبدأ طبعا لازم يكون عندكم اطلاع على الاشتقاق الجزئي، أو أن تكونوا متمكنين منه لأنه بيكون مرة مهم في هذا الدرس. وعندي معلومة بالنسبة للاشتقاق العادي والاشتقاق الجزئي. لو كان عندي اشتقاق عادي مثلا اشتقاق الخمسة بالنسبة للإكس، أقدر أقول إنها 5x زائد السي. طيب لو كان عندي اشتقاق جزئي واي تربيع x أس 3، طيب الواي تربيع طبعا بالنسبة إلى الإكس، فالواي تربيع بنزلها كثابت، الإكس أس 3 أضيف على الأس 1 وأقسم على الأس الجديد، لكن ألاحظ هنا ما عندي زائد سي، ليش؟ لأنها اشتقاق جزئي. طيب راح أبدأ بالمثال عشان توضح الفكرة. عندي هذا المثال x تربيع y أس 3 dx زائد x أس 3 y تربيع dy تساوي الصفر. طبعا أول خطوة لازم أتحقق منها أن المعادلة تكون صفرية، زي ما ألاحظ أنها صفرية ال dy موجودة في الطرف اللي فيه ال dx. طيب الخطوة الثانية أتأكد أني أبدأ بال dx، لازم في المعادلة طبعا هنا المفروض تكون أقواس، في المعادلة لازم أبدأ بال dx بعدها ال dy، ليش؟ لأن عندي الترتيب مهم، الm بالنسبة إلى ال xy لازم أطلعها،
والان بالنسبة الى الاكس واي لازم اطلعها. الام اللي هي اللي مع الدي اكس اللي هي اكس تربيع واي اس 3. طيب اما بالنسبة الى الان اللي هي اللي مع الدي واي بتكون اكس اس 3 واي تربيع. طيب الخطوة اللي بعد هذه عندي الام اخذتها بالنسبة الى الدي اكس، فراح اشتقها اشتقاق جزئي، راح اقول partial m by partial y. الاحظ اني عكست، هي بالنسبة الى الاكس فانا اشتقها اشتقاق جزئي بالنسبة الى الواي. طيب بالنسبة الى الواي الاكس كثابت اكس تربيع، اشتقاق الواي اس 3 فتصير 3 واي تربيع. نفس الشيء بالنسبة الى الان، اشتقها اشتقاق جزئي بالنسبة الى الاكس لانها اصلا متعلقة بالواي، فاقدر اقول partial n by partial x. طيب اشتق بالنسبة الى x 3 x تربيع y تربيع تنزل كثابت. طيب متى اقول عنها exact ومتى اقول عنها not exact؟ لما تطلع لي partial m by partial y تساوي لي partial n by partial x، هنا اقدر اقول انها exact. هل اشوفهم متساويين؟ متساويين، معناتها اقدر اقول ذا equation is exact. طبعا ما اقدر اتوقف في الحل الى هنا، فبروح الى الخطوة اللي بعدها اللي راح اخذ التكامل للام بالنسبة الى الدي اكس. طيب عندي الام اكس تربيع واي اس 3 دي اكس، اكامل تكامل اكس تربيع يطلع مع اكس اس 3 على 3 في y أس 3. طيب بعدها أكامل الـ n بالنسبة إلى الـ y، ولكن أنتبه بدون حدود الـ x. طيب أنا ألاقي إن ما عندي إلا حد واحد وفيه x فما أكامل خلاص. لو كان مثلا عندي الـ n، أفترض إن الـ n أصلا عبارة عن مثلا 3 x تربيع زائد y تربيع، هنا أقدر أكامل فقط هذا الحد، الحد اللي فيه x ما أكامله، فقط الحد اللي فيه y، لكن هنا عندي حد واحد فيه x وما أقدر أكامل. طيب أتوصل إلى الحل النهائي، أقدر أقول إن هذا الحل، طبعا لو هنا طلع معي حل أقدر أحط هذا الحل وأجمعه مع هذا، فهنا أقدر أقول إن الحل عبارة عن x أس 3 على 3 y أس 3 عفوا تساوي c. بعدها هنا حاط لي الخطوات، يقول لي إن هي على الستاندرد فورم، اني ابدا طبعا الام داله بالنسبه الى الاكس والواي دي اكس، والان بالنسبه الى الاكس والواي دي واي، والاحظ انها صفريه. يقول لي لازم اتاكد من هذه اللي هي partial m by partial y تساوي partial n على partial x. بعدها اكامل الحدود اللي تحتوي على الاكس وأكمل بقية الخطوات، وفي النهاية أسويها بالسي اللي هي أجمع. طبعا هنا يقول لي هنا كامل الـ M بالنسبة إلى الـ X، كامل الـ N بدون حدود الـ Y فقط، أو عفوا بدون does not contain حدود الـ X، فقط اللي فيها حدود الـ Y. بعدها أجمع من في خطوة 3 و4 اللي طلعتهم وأسويها بالسي. هنا عندي مثال ثاني اللي هو هذا، فراح أبدأ أول شيء أتحقق إنها على الستاندرد فورم، فأنقل هذه إلى الطرف الثاني، نقول 2xy بالنسبة إلى dx ناقص x تربيع ناقص 1 dy، أو عفوا المسألة خطأ أصلا، أعيد كتابتها 2xy dx زائد x تربيع ناقص 1 dy تساوي 0. طيب الآن هي على الستاندرد فورم، فأول شيء راح أطلع الام بالنسبة إلى x والy، الام اللي هي عندي 2xy. طيب الn بالنسبة إلى x والy أيضا x تربيع ناقص 1، أبدأ partial m by partial y
اثنين اكس ثوابت اشتقاق الواي بواحد. طيب partial n by partial x اللي هي عندي اثنين اكس، الاحظ انهم متساويين، partial m by partial y تساوي لي partial n by partial x. So ODE is exact. الآن أطلع السوليوشن. فأول شيء أكامل الأم بالنسبة إلى دي إكس. طيب عندي الأم 2x y تكامل 2x y بالنسبة إلى الإكس، فأقدر أكاملها 2x تربيع، أو عفوا 2x تربيع على 2 مضروبة في الواي، فتروح هذه مع هذه. الآن تكامل الN بدون حدود الX اللي هي هذه، بدون حدود الX فتبقى لي سالب واحد. قلت تكامل سالب واحد دي واي تعطيني سالب واي. فالآن أقدر أقول أن C عبارة عن X تربيع في واي ناقص واي. اللي هي هذه. في الأمثلة السابقة درسنا لو كانت الـ partial m by partial y تساوي لي partial n by partial x. طيب في حال إنها كانت لا تساوي، وش مطلوب إني أسوي؟ أروح أبحث عن mu بالنسبة إلى الـ x، بحيث إني لما أضربها في الـ m ولما أضربها في الـ n تحولها إلي، تحول لي الـ m طبعاً بعد ما أضربها في الـ mu اللي بطلعها، تحولها إلي ميو الأم فوقها شرطة والأن فوقها شرطة، بحيث أني الميو هذه عدد أو دالة، بحيث أني لو أضربهم فيه يحقق لي المعادلة partial m by partial y تساوي لي partial n by partial x. طيب وبعدها راح أكمل بشكل طبيعي. طيب كيف أوجد الميو؟ الميو إما راح أخذ الأم أطرحها من الـ n وأقسمها أطرحها، طبعاً هذه my اللي هي عبارة عن partial m by partial y اللي أنا طلعتها وطلعت معي غير متساوية. إما أخذها وأطرحها من partial m by partial x وأقسمهم على الـ n الأساسية، في حال طلع معي حد واحد، يعني مثلاً طلعت معي 3x، طلعت معي 2، هذه ممكن. أما إذا طلع معاي دالة في متغيرين مثلاً 2x ناقص y، هنا ما أقدر أطلق على هذه ميو، إما بختبر بهذه النظرية أو بهذه النظرية. طبعاً إما أبدأ بالM my ناقص nx على الN، انتهيت بN وقسمت على الN، إما nx ناقص my وأقسم على الM الأساسية. هو يا إما إنه بيطلع لي exact من البداية أو بيطلع إنها not exact، غير متساويين، وأضطر إني أطلع الميو اللي تحقق لي المعادلة إنهم يكونوا متساويين. ولا أنسى طبعاً بعد ما أحقق المعادلة إما هذه أو الثانية أطلع الميو، الميو اللي هي E واستكامل الناتج اللي راح يطلع لي، إما بالنسبة إلى dx أو بالنسبة إلى dy حسب اللي هو موجود. عندي هذا المثال يوضح لي الفكرة وعطيني معاه شرط ابتدائي. طيب أول شيء طلع الـ m بالنسبة إلى الـ x والـ y والـ n بالنسبة إلى الـ x والـ y. طبعا زي ما لاحظنا معادلة صفرية، الـ dx قبل الـ dy. طيب بعدها أوجد partial m by partial y وطلعت معاها بـ x، partial n by partial x وطلعت معاها بـ 4x. طيب هم غير متساويين، فأنا مضطرة أن أنا أسوي التست. جرب التست الأول my اللي هي هذه اللي طلعناها x ناقص nx 4x وقسمها على الـ n الأساسية اللي هي هذه. طيب فحاول إنه يبسط، ما جاب معي نتيجة، فاضطر إنه يروح إلى الطريقة الثانية nx اللي هي 4x ناقص x على الـ m اللي هي الأصلية هذه. فبعد ما انسحب عامل مشترك اللي هي x، ظلت معاي 4 ناقص أو عفوا مش عامل مشترك، 4x ناقص x 3x
طيب فالإكس راحت مع الإكس، تبقى معاي 3 على واي. الآن لما طلعت معاي دالة في متغير واحد، أقدر أجيب لميو واي. ليش سميتها ميو واي؟ لأن الدالة طلعت معاي بالواي. طيب أوجدت لميو واي إي أس تكامل الناتج اللي أنا طلعته عندي بالنسبة إلى الواي، فطلعت معاي إي أس 3 لن الواي، أنقل الثلاثة إلى كأس، فأقدر أحذف الإي مع اللن، تبقى معاي واي أس 3. هل انتهيت؟ لا، أروح أرجع إلى المعادلة الأصلية اللي هي أم والأن، أضربهم في الميو اللي أنا طلعتها اللي هي واي أس 3. بعد ما ضرب الحدود في واي أس 3، أوجد مرة ثانية partial m by partial y partial n by partial x، فاكتشف إنهم متساويين زي ما هو مطلوب. بعدها راح أكمل الخطوات بشكل طبيعي زي ما إحنا عارفين، أوجد تكامل ال m بالنسبة إلى ال dx، وأوجد تكامل ال n بالنسبة إلى ال y بدون حدود ال x. طيب بعدها طلعت معاي هذه المعادلة بعد ما جمعت الحدود. طيب ولأنه هو عاطيني شرط ابتدائي واي واحد تساوي واحد، أعوض عن كل إكس بواحد وعن كل واي بواحد. بعد ما عوضت اكتشفت أن السي عبارة عن سالب 4. ما أتوقف بالحل إلى هنا، فأروح أرجع إلى هذه المعادلة أنزلها نفس ما هي، اللهم السي أشيلها وأحط مكانها سالب 4. بسم الله، اليوم راح أبدأ في 2.5 اللي هي solution by substitution، إني أحل بطريقة التعويض. طبعا هذا الدرس يعتمد على درس اللينير والسبرابل، يعني يتطلب انه يكون متمكنين منه لانه بيكون اشياء مدموجة عنه. طيب فعندي first order، طيب طبعا باب chapter 2 يتكلم عن first order اللي هي هذه اشكالها. درس اليوم اللي هي substitution اللي هي تعويضة، الطريقة الاولى اللي هي الهوموجينيوس، والطريقة الثانية اللي هي البرنولي. الهوموجينيوس يختلف تماما عن طريقة إنهاء المعادلة بعد الترتيب تساوي الصفر، أبدا ما تشبهها. أما بالنسبة إلى البرنولي راح نتعرف عليها الحين. عندي البرنولي إكويشن راح أحولها إلى لينير بتعويضة معينة، أحولها إلى لينير عشان يسهل معاي الحل. أيضا الهوموجينيوس تعويضة معينة أعوضها إلى السبرفل، أما هذه الطريقة فما راح نتطرق لها. طيب البرنولي يميزها أنها عبارة عن شكل اللينير اللي هي y داش، وهنا y، وهنا عندي bx fx، اللهم يميزها أن عندي y أس n في الطرف الثاني، y أس n، n اللي هي n من الأعداد، مثلا y أس 4. طيب كيف راح أتعامل معها؟ طيب عندي هذه الخطوات، هذا عندي شكل المعادلة للبرنولي. طيب يقول لي أول خطوة أني راح أقسم على الواي أس أن، طبعا لازم أتأكد أول شيء أن معامل الواي داش بواحد، بعدها راح أقسم على الواي أس أن لكل الأطراف. طيب عندي في هذا الحد لو كان مثلا أن هنا عندي بي إكس مضروبة في الواي، وهنا الواي أس أن عبارة عن واي أس 3 مثلا، لو قسمت على واي أس 3 إلى هذا الطرف، فبتصير عندي واي مضروبة في y أس سالب 3 لو رفعتها إلى فوق. طيب فهنا راح أقدر أختصر. طيب بعدها راح أخذ التعويضة أن الزد عبارة عن y أس ماينس n اللي هي هذه، معامل ال px راح أخذها بزد، راح أوجد الزد داش، بعدها راح أعوض بتعويضة معينة، فبتصير عندي المعادلة بهذه الطريقة، زد داش زد، هنا عندي fx و px. طيب أعملها معاملة البرنولي، أحول معاملة الزد داش بواحد وما إلى ذلك. بعد ما أنتهي من حل اللينير، لا أنسى أعوض عن الزد بواي أس ماينس ون اللي أصلا أنا افترضتها هنا. طيب راح أحل المثال إن شاء الله أنها توضح الخطوات. طيب عندي هذه المسألة، كيف أميز إنها برنولي؟ ألاحظ إن عندي واي داش، هنا y، وهنا y أس n. طيب أول خطوة راح أحولها إلى شكل اللينير، راح أقسم كل الأطراف على x، تبقى لي y داش زائد واحد على x في y تساوي لي x في y تربيع. بعدها خطوة ثانية راح أقسم على y أس n اللي هي y تربيع، فراح تصير عندي y داش
طبعا راح تنقسمها تصير واي تربيع، فراح أصعدها إلى فوق تصير معي واي أس سالب 2 زائد 1 على إكس في واي، أيضا واي أس واي تربيع راح أصعدها إلى فوق واي أس سالب 2 تساوي لي الإكس، هنا اختفت عندي. طيب الخطوة اللي بعد هذه راح أجمع الحدود، طبعا عندي الضرب عفوا ما أجمع الحدود، أجمع الأسس، لأن عندي الضرب أجمع الأسس. طيب فرح أنزل واي داش واي أس سالب 2 زائد 1 على إكس، هنا أصلا عندي 1، 1 مع سالب 2 فبتعطيني سالب 1، واي أس سالب 1 تساوي لي الإكس. طيب من هنا راح أفترض الزد، الزد اللي هي اللي تكون هنا. طيب فرح أقول الزد عبارة عن واي أس ماينس 1، بعدها أشتق الزد اشتقاق ضمني، فراح أشتغل تصير معي سالب واي أس سالب 2 في واي داش. طيب أجي الآن أقارن بين هذه الحدين، عندي هذا الحد مع هذا الحد، ألاحظ أنهم يعني أحاول بقد ما أقدر أوصل هذا الحد إلى هذا الحد، ألاحظ أنهم نفس الحلول، اللهم تفرق معي إشارة، فراح أضرب هذا الحد بإشارة سالبة تصير معي سالب واي داش واي أس سالب 2 سالب 1 على إكس في واي أس سالب 1 تساوي لي سالب الإكس، فصارت معي نفس هذا الحد. هنا أقدر أقول ترى هذه عبارة عن زد داش ناقص 1 على إكس، وهذه أصلا عبارة عن الزد تساوي لي سالب الإكس. أعاملها معاملة اللينير بشكل طبيعي، هطلع البي إكس عبارة عن سالب 1 على x، والاف x عبارة عن سالب x، أوجد الميو x عبارة عن e أس تكامل البي x دي x اللي هي تساوي e أس تكامل سالب 1 على x دي x اللي هي تساوي e السالب لن ال x دي x من القيمة المطلقة. أقدر أقول إن الإكس تنتمي إلى الفترة من صفر إلى ما لا نهاية، أقدر أشيل القيمة المطلقة، أقول إي أس سالب لن الإكس. طيب طبعا أنا غلط ما حط الدي إكس إني خلصت التكامل. طيب بعدها راح أقول أنقل الإشارة السالبة إلى فوق، راح تصير معي إي أس لن إكس أس سالب 1، تحذف هذه مع هذه فميو إكس عندي x سالب 1. بعدها أعوض بالقانون، ألاحظ أن الآن عندي z، z تساوي 1 على ميو x اللي هي x سالب 1 مضروبة في تكامل لميو x x سالب 1 في ال f x اللي هي سالب x. طيب ندي x زائد c على x أس سالب 1، أقدر أرتب هذه أخليها 1 على x، هنا تحذف ال x مع ال x، تبقى معي z تساوي أصعد هذه إلى فوق تبقى معي x مضروبة فيه، هنا بتصير معي تكامل أس سالب 1 بالنسبة إلى ال dx تصير معي سالب x. صفر هذه زائد c في x، هذه أصعدها لفوق بالإشارة الموجبة. طيب أرتب المعادلة، z تساوي سالب x تربيع زائد c x. طيب ولا أنسى أرجع أشيل التعويضة اللي هي عبارة عن y سالب 1 تساوي لسالب x تربيع زائد c x، هذا عندي الشكل النهائي. بالنسبة إلى الهوموجينيوس كخطوة أولى، لو طلب مني أني أثبت أنها هوموجينيوس قبل ما أني أحل الدالة الهوموجينيوس، طيب طبعا كيف أميز الدالة الهوموجينيوس؟ راح يكون عندي كل الحدود بنفس الدرجة، يعني ألاحظ هذا الحد من الدرجة الثالثة، أيضا هذا الحد من الدرجة الثالثة، ما عندي أي حدود ثانية نفس الدرجة كل الحدود، فهنا أقدر أقول أنها ترى هوموجينيوس من الدرجة الثالثة. طيب
أقدر أحلها كنظري وأقدر أحلها كإثبات. طيب لو جيت أثبت، يقول لي إن أخذي التعويض F X T Y T. طيب أجي أعوض عن ال X ب X T، عندي X T أس 3 زائد والواي واي تي أس 3. طيب أفكهم، يطلع معاي إكس أس 3 تي أس 3 زائد واي أس 3 تي أس 3. طيب بعدها أسحب عامل مشترك اللي هي تي أس 3، فتبقى معاي إكس أس 3 زائد واي أس 3. يقول لي لو طلعت معاي إن الدالة عبارة عن التي اللي أصلا أنت مفترضتها مضروبة في الدالة الأصلية اللي هي أصلا إكس أس 3 زائد واي أس 3 اللي هي طلعت معاي هنا، لو طلعت نفس ما هي فهنا أقدر أقول إني أثبت أنها هوموجينيس. طيب متى تكون نوت هوموجينيس؟ ألاحظ عندي هذا الحد درجة ثالثة، هذا الحد درجة ثالثة، هذا الحد درجة صفرية، فأكيد أنها نوت هوموجينيس. أجي أثبت، يقول لو عوضت بالدالة تي إكس أو تي واي، طيب عوضت ما قدرت إني أسحبها كعامل مشترك، فهنا أطلقت عليها إنها نوت هوموجينيس. طيب هنا أعطيني خطوات إن أنا أحل الهوموجينيس بطريقة السبستيشن. أول خطوة يقول إنه بيعطيني دالة M دي إكس إن دي واي تساوي الصفر. طيب يقول لي الستاندرد فورم إني أجعل المشتقة في طرف، وهذا الطرف طبعا المفروض هنا سالب M على ال N. طيب بعدها بستخدم التعويض y تساوي vx، بعدها بشتق، طبعا لازم أطلع المشتقة y تساوي وأكمل. بعدها راح أستخدم التعويضات والاختصارات إلى أن أصل إلى طريقة السبربل. أطبق طريقة السبربل، بعدها أرجع التعويضة اللي أنا استخدمتها أصلاً، إما V تساوي Y على X أو أصلاً نفسها هي Y تساوي VX. طيب راح أطبق قانون إن شاء الله أنها توضح، عفواً راح أطبق مسألة وإن شاء الله أنها توضح الفكرة. عندي هذه المسألة، طبعاً أول خطوة لازم أبدأها أني أثبت أنها هوموجينيس بالطريقة اللي أثبتناها من شوي، اللي هي أني أعوض F تي إكس تي واي، طبعا هي هوموجينيس. طيب بعدها أجعلها على الستاندرد فورم. طيب لو ألاحظ هنا عندي دي إكس، هنا دي واي، وهنا تساوي الصفر، فهذه طبيعي إنها M وهذه طبيعي إنها N. طيب الستاندرد فورم يقول لي إنها دي واي باي دي إكس تساوي لسالب M على ال N. لو جيت أعوض عن الأم، حط هذه سالب x تربيع زائد y تربيع، أقفل القوس على الأن اللي هي x تربيع ناقص x في y. بعدها راح أستخدم التعويضة y تساوي vx. طيب أشتقها على طول، y داش مشتقة الأولى اللي هي v داش في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية اللي هي واحد. طبعاً هذه ثابتة في كل المسائل ما تتغير، لا دائماً نستخدم هذه التعويضة اللي هي y تساوي vx مع مشتقتها. أتكلم عن الهوموجينيس. طيب أجي الآن أعوض في المعادلة، راح أعتبر هذه اللي هي هذه y داش أصلاً اللي هي أصلاً موجودة عندي، فأعوض عنها اللي هي عبارة عن v داش في x زائد v تساوي سالب أفتح قوس x تربيع زائد y تربيع اللي هي أصلاً عندي y في x، فرح أعوض على طول v تربيع x تربيع، أقفل القوس على x تربيع ناقص x مضروبة في ال y اللي هي v x، v x في x، فرح أحطها على طول v x تربيع. هذه v x تربيع. الآن أحاول أني أبسط وأخذ عوامل مشتركة، حتضل عندي v داش x زائد v تساوي سالب x تربيع، أسحبها عامل مشترك فراح تبقى معاي واحد ناقص أو عفوا واحد زائد v تربيع، أقفل قوس هنا تبقى عندي x تربيع واحد ناقص v.
فتروح الـ x تربيع مع الـ x تربيع. طيب فيبقى عندي v داش x زائد v تساوي، أدخل السالب تبقى معاي سالب v تربيع سالب واحد على واحد ناقص الـ v. طيب بعدها راح أنقل الـ v للطرف الثاني، تبقى معاي v داش x تساوي سالب v تربيع ناقص واحد على واحد ناقص v ناقص الـ v. أوحد المقامات. طيب فرح تبقى معاي v داش في x تساوي سالب v تربيع ناقص واحد سالب v مضروبة في واحد ناقص v على واحد ناقص v. طيب الآن مجرد تبسيط، v داش في x تساوي سالب v تربيع سالب واحد سالب v زائد v تربيع على واحد ناقص v. طيب عندي v تربيع مع سالب v تربيع، فتبقى عندي v داش x تساوي سالب واحد سالب v على واحد ناقص v. طيب بعدها أقدر هنا أشيل الـ v داش أحطها dv by dx في x تساوي لسالب واحد سالب v على واحد ناقص الـ v. طيب الآن مجرد أني أرتبها عشان أحولها إلى سبربل، فراح أقسم راح أضرب كل الأطراف في dx تصير معي dv في x تساوي لسالب واحد سالب v على واحد ناقص v مضروبة في dx. طيب بعدها عندي هنا هذه أنقلها للطرف الثاني، وهذه تنقل إلى الطرف الثاني بالمقلوب، فتصير عندي واحد ناقص v على سالب واحد سالب v dv تساوي لي واحد على x dx. هنا ألاحظ أقدر أقسمها قسمة مطولة. طيب فراح أطلع السالب أول شيء برا، طلع السالب برا، فتبقى معاي v ناقص واحد على واحد زائد v، أو خلني أقول v زائد واحد. طيب أجي أقسمها على جنب، v ناقص واحد على v زائد واحد، v على v بتبقى لي واحد، واحد في v تبقى v، واحد في واحد واحد، وأطرح v ناقص v صفر، سالب واحد سالب واحد تبقى لي سالب اثنين، فيتبقى لي الناتج واحد ناقص اثنين على v زائد واحد. ولا أنسى هنا الإشارة السالبة dv تساوي لي واحد على x dx. الآن مجرد إني أكامل الطرفين طريقة السبربل وأطلع الناتج، وفي النهاية أعوض عن كل y v تساوي v x، أو عفوا كل v بواي على x، لأن عندي الدالة بدلالة ال v. بسم الله، اليوم راح أبدأ مع أول درس من شابتر 4 اللي يتكلمني عن المشتقات العليا أو المشتقة اللي فوق الأولى. طيب طبعا في شابتر 4 بندرس من المشتقة الثانية، المشتقة الثالثة، المشتقة الرابعة إلى ما لا نهاية. طبعا في شابتر 4 يختص انها باللينير اللي درسناها قبل، اما في شابتر 4 كان يختص بالمشتقة الاولى فقط اللي هي عدة انواع حلينا فيها السبربل اللينير وما الى ذلك. اذكر بقانون اللينير اللي هي كانت y داش وحد ثاني فيه y والبقية في x في الطرف الثاني، وهذا مثال عليها. هنا الاحظ ان عندي y داش، هنا عندي y، وهنا البقية دالة في الx. طيب لو كان عندي في شابتر 4 مشتقات
مثلا المشتقة الثانية كيف راح يكون شكلها وهي لينير؟ راح نبدأ بالمشتقة الثانية، بعدين المشتقة الأولى، بعدين الواي، البقية في إكس نفس ما هو. نفس الشيء بالنسبة للمشتقة الثالثة، واي تريبل داش، واي سكند، واي داش، طبعا هنا مفروض بس واي، والبقية في إكس. طيب، وألاحظ أنها من الرتب العليا. لما أقول لينير معناتها الستاندرد فورم تبعها أن رتبة أعلى مشتقة تساوي واحد. طيب، هنا بندرس الـ initial value problem والـ boundary value problem. وش الفرق بين الـ initial والـ boundary؟ الـ boundary شرط ابتدائي، يعني راح يكون عندي قيمة ابتدائية واحدة. الـ boundary راح نتطرق لها بعد شوي. طيب، هنا يقول لي في يذكرني ان اللينير differential equation عندها n، هي n order، عندها n من الشروط. لو كانت مثلا من second order فهي عندها شرطين، لو كانت من الثيرد فهي عندها ثلاثة شروط. طيب، هنا يذكرني بالنسبة للconstant coefficients والvariable coefficients اللي هي العوامل الثابتة او المتغير، وذكرني بالنسبة إلى الهوموجينيس متى أطلق عنها هوموجينيس؟ لما تكون بعد الترتيب تساوي صفر. هنا عطيني مثال، لو ألاحظ هنا ما أقدر أطلق عليها بما أنها تساوي صفر فهي هوموجينيس، لازم أني أرتبها أولا. فلما أرتبها الحد اللي يحتوي على X راح أنقلها إلى الطرف الثاني، وكذا راح تكون not homogeneous. طيب، لما يقول عندي initial value problem يعني عندي شرط ابتدائي مع ordinary differential equation. طيب، لو ألاحظ هنا مثلا عندي من المشتقة الأولى عندي شرط واحد فقط. طيب، لما يكون عندي بالسكند في chapter 4، طبعا هذا يختص chapter 2، هنا يختص عندي بchapter 4 لما يكون عندي مشتقات عليا عشان أميز في وقت الاختبار. طيب، عندي من المشتقة الثانية فأكيد عندي شرطين. وش يميز لي الانيشيال فاليو بروبلم؟ ان عندي الاكس ناتي نفسها نفسها، يعني مستحيل يعطيني الشروط مثلا واي 3 تساوي 4 والشرط الثاني واي 1 تساوي 2، هذه مستحيل تكون انيشيال فاليو بروبلم. انيشيال فاليو بروبلم بما معناه ان الاكس ناتي نفسها نفسها، عادي ممكن انها تتغير هنا، بس الشرط الابتدائي نفسه نفسه، عشان كده سموه شرط ابتدائي. طيب، هنا يذكرني ان n من الرتبة معناتها n من الشروط. طيب، اجي لو جيت الى existence and uniqueness، اخذناه قبل في chapter 2 اتوقع او chapter 1، لما يكون عندي مشتقة اولى كيف اطبق نظرية الوجود الوحدانية. هنا يختلف عندي اذا كان عندي higher order، عندي ثلاثة شروط لازم اتحقق منها. لما يكون عندي مثلا 4y double dash زائد 3y داش زائد 2y تساوي مثلا 5x. طيب، يقول لي ان اول شرط a نوت للاكس الى الـ an، a نوت اللي هي اصغر واحدة اللي هي هذه، a نوت اللي هي 2 الى اكبر واحدة an اللي هي رتبة اعلى، او عفوا ثابت او عامل اكبر مشتقة مع الـ gx اللي هي الطرف الثاني لازم تكون متصلة على نفس الفترة. بما معناه أجي أدرس، ممكن هنا طبعا مش شرط أنها تكون هنا عدد، ممكن تكون ساين كوزاين واحد على x، المهم أني في النهاية راح أخذ تقاطع الاتصال تبعهم وأحطه داخل فترة، أقول له ترى الـ i تساوي هذه فترتي، ونفترض أنها من 2 إلى ما لا نهاية، أقول له ترى هذه الفترة عندي. طيب، يقول لي من بعد ما أخذ التقاطع إلى الفترات كلها أجي للشرط الثاني اللي هي an لا تساوي صفر. نفترض أن an هي هذه، نفترض أن an تكون مثلا واحد على x، يقول لي ترى الشرط أن x لا تساوي صفر. أجي أتحقق من فترتي، هل x ما هل x عند الصفر موجودة في الفترة؟ ما هي موجودة، فأنا في السليم. موجودة راح أضطر أني أطلعها. افترض مثلا ان طلع معي ان الاكس لا تساوي 3، فهنا ارجع اغير الفترة عني، اقول ان الاي تساوي من 2 الى 3 يونيون من 3 الى ما لا نهاية. انا لازم اطرد اللي
اللي تساوي لي الان عفوا. طيب بالنسبة للشرط الثالث، هذا غالبا اللي يختل، يعني اللي يخرب عندي، اللي هي الاكس نا. طبعا هو في السؤال مثلا بيعطيني هي كذا صح، ننتبه للشروط. واي مثلا، واي 2 تساوي 3. انا عندي هنا الاثنين، هل الاثنين تنتمي الى الفترة عندي؟ هي تنتمي، فانا وضعي في السليم. لو كان مثلا عندي هنا بدأ الاثنين واي 0، هل الصفر تنتمي لفترتي؟ ما تنتمي لفترتي، فانا ما اضمن وجود حل وحيد، فهنا اختل عندي النظرية. طيب راح اطبق قانون، عفوا راح اطبق مسألة. بس عندي هنا معلومة مهمة، ان اذا كان عندي لما ادرس اتصال تحت الجذر، متى يكون متصل؟ لما يكون ما بداخل الجذر اكبر من او يساوي صفر. اذا كان في المقام، هنا لما يكون في البسط، هنا لما يكون في المقام، هنا بيكون اكبر من او تساوي، وهنا بس اكبر. طيب عندي هذا السؤال، طبعا قلنا ندرس من الـ A not الى الـ AN، اكبر مشتقة عندي اللي هي 2. طيب فأجي أقول الـ A2 اللي هي تبع المشتقة الثانية هذه، أجي أدرسها. لو جيت أدرس الاتصال عندي، راح أقول ما بداخل الجذر x زائد 5 أكبر من أو تساوي الصفر. ليش؟ لأنها في البسط، بما معناه أن الـ x أكبر من أو تساوي سالب 5. طيب يعني لما أجي هنا عندي الفترة من كم إلى كم؟ من سالب 5 إلى ما لا نهاية. طيب أجي عند الـ A1، هي متصلة عند جميع القيم ما باستثناء x تساوي صفر، يعني r minus 0 أو x لا تساوي صفر. طيب والـ x متصلة عند الـ r، وهذه لما الـ x أكبر من الصفر، يعني من صفر إلى ما لا نهاية. طيب لما أجي أخذ التقاطع، أول شيء بالنسبة إلى الأولى اللي هي هذه، من سالب 5، عندي هذه سالب 5 إلى ما لا نهاية، يعني أروح من جهة اليمين. طيب بالنسبة إلى الثاني، هذه تقول لي إنها ما تساوي الصفر، يعني أنا عندي عند الصفر لازم تكون عندي فجوة. طيب هنا عندي R، ما عندي أي إشكالية، وهنا عندي من صفر إلى ما لا نهاية، يعني لو أجي هنا أقول تراها من صفر إلى ما لا نهاية. يعني لما أجي أخذ التقاطع عندي، راح ألاحظ أنهم جميعهم متصلين أو جميعهم متحدين عند من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا الصفر مش معه، هقول إن الـ I تساوي من صفر إلى ما لا نهاية. لو كان الصفر معاي راح يكون القوس مغلق. طيب أنا الآن تحققت من أول شرط وطلعت الفترة. طيب طبعا هذه الجي اكس اللي هي الطرف الثاني. طيب الشرط الثاني يقول لي الـ AN لا تساوي الصفر. عندي الـ AN اللي هي جذر اكس زائد 5، جذر اكس زائد 5 مفروض أنها ما تساوي الصفر. متى تكون متصلة؟ راح أقول أن الـ x لما ما تساوي السالب 5. طيب هل السالب 5 ينتمي إلى فترتي؟ ما ينتمي، فأنا عندي في السليم. لو كان أنه ينتمي، فأنا بضطر أن أنا أطلع من الفترة. لو مثلا أفترض أن الـ x طلعت معي لا تساوي 2، فهنا راح تتغير فترتي، راح أقول أن الـ i تساوي من 0 إلى 2 يونيون من 2 إلى ما لا نهاية، هذه بتكون الفترة الجديدة عندي. بس لأن فترتي في السليم، فما راح أغير. خلصت من الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث يقول لي إن الـ X نوت هل تنتمي إلى الفترة اللي عندي؟ الـ X نوت عندي بكم؟ لو أرجع هنا عندي الـ X نوت سالب 3. طيب X نوت تساوي سالب 3، هل السالب 3 تنتمي إلى الفترة عندي الـ I؟ الـ I اللي هي اللي أنا طلعتها من صفر إلى ما لا نهاية، هل تنتمي؟ لا تنتمي، فهنا راح أقول إنها لا تنتمي. إذا لا يوجد حل وحيد، فما أقدر أطبق النظرية أو لا تتحقق النظرية. من بعدها عندي مثال واحد، عطيني مثال صحيح، بس طالب مني إن أنا أثبت إن يوجد حل وحيد. طيب فبكل سهولة راح أطبق الشروط. أول الشروط اللي هي طبقها الـ A0 A1
والجي اكس والاي 2 لا تس او عفوا متصلة على فترة ار. طيب يروح للشرط الثاني اللي هي الاي 2 اللي هي معامل اكبر مشتقة اللي هي هذه لا يساوي الصفر. طبيعي ان الواحد ما يساوي الصفر، فالشرط الثاني عندي تحقق. الشرط الثالث اللي هي الاكس نوت اللي هي الصفر تنتمي الى الفترة، تنتمي لان اصلا انا عندي فترة ار، فهنا قدرت اقول انها يونيك بحسب شروط النظرية. طيب هنا يقول لي ناقش، انا مو متأكد ان هي صح ولا لا، بس انت ناقش هل يوجد حل وحيد او لا. طيب فراح تحقق من اول شرط اللي هي الـ A not والـ A1 والـ A2 والـ GX لقى انها متصلة على فترة معينة اللي هي R. طيب راح الى الشرط الثاني اللي هي AN اللي هي معامل اكبر مشتقة اللي هي X تربيع، يقول لي انها الـ A2 equal X equal تساوي الصفر at X equal 0، ويقول لي ان الـ X not تساوي صفر تنتمي الى الـ R. هنا أتوقع أن نختل معه الشرط الثاني أنها لا تساوي الصفر. نفس الشيء بالنسبة للمثال اللي بعده. من بعدها راح ندرس مفهوم جديد اللي هو Boundary Value Problem اللي هو عندي Higher Order. لو كان عندي أكثر من قيمة، يعني عكس الـ Initial Value Problem كان عندي قيمة واحدة، لكن هنا عندي مختلفة عندي القيم، فأنا راح أقول على طول إن هي Boundary Value Problem. وأيضا عدد الشروط هي نفسها عدد الرتبة. طيب لو ألاحظ أن في الـ Boundary Value Problem ما عندي أي قانون يخصها، لكن هي بالتجربة، من التجربة أنا أقدر أقرر وش نوع الحل، إما يونيك إما وحيد أو No Solution. طيب هنا يقول لي انه مو شرط انه يكون الحل وحيد، عادي انه يكون عندي قيمتين عند الواي فقط. يعني لو اذا تذكروا كان عندي في الـ Initial Value Problem لو كان عندي مثلا من Second Order فراح اقول على طول y داش وy، y داش عند الاثنين تساوي واحد مثلا، y عند الصفر تساوي ثلاثة. انا ملزمة انها اسويهم بهذه الطريقة، لكن عندي في الباوندري عادي يكون عندي قيمتين للواي نفسها، ونفس الشيء عند الواي داش. طيب هنا لاحظ لا ما عندي اي نظرية تخصها، كله بالتجربة. هنا اثبت لي ان عادي يكون الشرطين عند الواي داش، الشرطين عند الواي، ما عندي اي مشكلة. طيب الاحظ هنا لما اجي اعوض، طبعا هو بيعطيني شرط يعطيني معادلة، مجرد اني اعوض، طبعا هذه عندي الشروط ان انا اعوض من الحل. يعني مثلا عندي هنا في السكند اوردر بيطلع عندي حلين، اما يكون ان القيمة الاولى لما عوضت المرة الاولى طلعت لي قيمة واحدة، ولما عوضت بالقيمة الثانية ايضا طلعت لي قيمة واحدة، فهنا اقول ان تراها يونيك سوليوشن. لكن لما عوضت طلع لي في القيمة الاولى قيمة والثانية أكثر من قيمة، فأنا أقول عندي many solution. أتوقع أنه يشابه بشكل كبير في الجبر الخطي. طيب متى يكون عندي no solution؟ لما يكون عندي يعني قيمة مستحيلة، الحين راح تبين في الأمثلة. طيب هنا يقول لي لما يجي يعوض طلع عندي C1 بصفر. طيب أو هنا مثلا يقول لما عوض طلع لي ان C2 في صفر عطتني صفر. طيب انا وش يضمن لي ان C1 C2 عفوا يعني ممكن تكون قيمة واحدة، قيمة رقم اثنين، رقم ثلاثة، انا ما عندي يعني ما اعرف القيمة. يعني شايفين هنا لما عوضت بالساين 2 باي طلعت لي صفر، صفر في C2 عطتني على طول صفر. طيب انا وش يضمن ان C2 ما تكون واحد، ما تكون صفر، ما تكون ثلاثة؟ يعني هنا راح اقول ترى انا عندي many solution. طيب هنا لما عوض طلع لي ان C2 مثلا ضربناها بواحد طلعت لي C2 بصفر، فانا عندي only solution يعني حل وحيد. طيب هنا متى طلعت عندي انها not exact؟
لما هنا مثلا ضربت C2 بالصفر طلعت معاي بصفر، يعني هنا لما جيت عوضت بهذا الشرط، طيب هنا طلعت معاي بصفر، صفر في C2، وأساسا الطرف الثاني يساوي واحد. هل من المعقول أن الصفر تساوي لي واحد؟ فهي مستحيل، فهنا أقدر أقول أنها no solution. فالموضوع مجرد أن أنا أعوض وأطلق عليه، طلعت عندي عدة قيم، طلعت عندي قيمة واحدة، طلعت عندي قيمة غير معرفة، مجرد أن أنا راح أصنف إما no solution إما unique وإما many solution. طبعا في chapter 4 راح نتطرق إلى المعادلة الهوموجينيوس والمعادلة النوت هوموجينيوس. عرفنا بشكل مبدئي المعادلة الهوموجينيوس اللي هي بعد الترتيب راح تكون الطرف الثاني يساوي صفر. طيب راح أعطي معلومة سريعة، إذا كان عندي نون هوموجينيوس قانون دائما وأبدا سواء في هذا الدرس أو في غير هذا الدرس، يقول لي إذا كان عندي معادلة نوت هوموجينيوس أبغى أشتغل عليها، لازم قبل ما أشتغل، مثلا عندي الطرف الثاني طلعت معي كوزين إكس، أنا أعرف إنها نوت هوموجينيوس، لكن كخطوة أولى راح أشتغل عليها كأنها هوموجينيوس، راح أحول الطرف الثاني حتى لو كان كوزين صفر، راح كوزين إكس راح أشيله وأحط مكانه صفر، أطبق عليه قوانين الهوموجينيوس، بعدها في الخطوة الثانية أشتغل عليه كنون هوموجينيوس، راح ناخذ إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد هذه. لكن بشكل مبدئي إذا كان عندي معادلة نوت هوموجينيوس بشتغل عليها كخطوة أولى كأنها هوموجينيوس. طيب عندي هنا في النظرية هذه first superposition principle، وش تقول لي؟ تقول لي إذا كان عندي معادلة هوموجينيوس وأعطيت مثلا واي واحد وواي اثنين، وقلت أن واي واحد وواي اثنين هذيلا حل للمعادلة. طيب فيقول النظرية ترى التركيبة الخطية لهذا الحل هي أيضا حل. طيب كيف يعني؟ لما يكون عندي مثلا، طبعا هذا القانون يقول لي، وهذه النظرية، لما يقول لي مثلا، راح حاطة بعض الأسئلة اللي عطتنا إياها من الدكتورة، يقول لي إن ال Y1 و Y2 إلى ال Y1 solution و homogeneous، ألاحظ إنها homogeneous، التركيبة الخطية عليهم يعني إن راح يكون معاهم ثوابت أجمعهم تحت معادلة واحدة هي أيضا حل للمعادلة. طيب يقول لي لما يكون مثلا عندي Y1 تساوي EX Y2 تساوي EX، وقال لي تراهم solution، ما أقدر أطبق النظرية إذا ما كانوا حلول، هم solution لهذه المعادلة. طيب then هذه التركيبة الخطية إليهم is also solution، هل true or false؟ طبيعي إنهم true، ليش؟ لأنهم أولا solution، ثانيا homogeneous، فطبيعي إنهم في التركيبة الخطية إليهم solution تحت النظرية first superposition principle. طيب يقول لي لما الواي واحد والواي اثنين solution في الفترة I، فال y تركيب الخطية is also solution، يعني لما أضربهم أيضا في ثابت أيضا solution، راح أقول له true، راح ندرسها الحين. طيب هنا يقول لي عندي هذه المعادلة، يقول لي ال y تساوي صفر is solution مع هذه المعادلة، راح أقول له false، ليش؟ لأن أصلا المعادلة not homogeneous، ما أقدر أطلق عليهم أو أطبق معهم هذه النظرية إلا إذا كانت homogeneous وحلول. طيب هذه بعض الخصائص تندرج أتوقع تحت الـ First Superposition Principle، يقول لي لما أضرب الحل في ثابت أيضا تعطيني حل، زي من شوي لما كان عندي Y1 تساوي E أس X، يقول لي إنها Solution، فهل C في E أس X Solution؟ نعم Solution. إنزين الحل الصفري يقول لي دائما مقبول للمعادلة الهوموجينيوس، ليش؟ لأنها أصلا تساوي صفر، وأصلا لما أقول لحل صفري يسمى أصلا حل تافه، لأن أصلا ما إلى معنى، فدائما دائما في الهوموجينيوس الحل الصفري أو الحل التافه أيضا حل دائما مقبول. يعني من بعدها راح ندرس مفهوم جدا مهم اللي هو linear dependent والlinear independent، يعني متى تكون الحلول مرتبطة ومتى تكون الحلول غير مرتبطة. طيب أقدر أحلها بطريقتين، إما بتطبيق القانون إما بشكل نظري، لكن اللي لا يعني غالبا انه يكون اضمن اللي هو بالقانون، لان بالنظري مو دائما نكون حافظين كل حاجه. يعني كيف يعني يكونوا independent وكيف يكونوا dependent؟ مثلا لما يكون عندي x، الحل الاول x والحل الثاني 2x، هل هم مرتبطين ولا غير مرتبطين؟ بشكل نظري اقدر اقول انهم مرتبطين، كيف؟ لان لو اضرب هذه في 2 عطتني هذه. طيب
لما أقول مرتبطين يعني لما أضرب واحد في عدد يعطيني الثاني أو العكس. طيب إما إني أنا أضرب، إما يكون مثلا بينهم علاقة تطابق زي مثلا عندي ساين 2x وساين x في كوساين x، هذه هنا حالهم بشكل نظري، لكن أنا راح أطبق القانون بشكل أضمن على قولة المس إنهم وفروا علينا الحل. طيب لما يقول اللي هو بطريقة الرونسكين، الرونسكين بطريقة المحددة، طبعا لازم تكون عندكم خلفية بالنسبة إلى المحددات والمصفوفات. طيب المحددة لما يكون عندي مثلا طبعا راح أحل بالمحددة، لما يطلع عندي الجواب صفر فهم dependent، لما يطلع عندي الجواب غير الصفر فهم independent، مستقلين خطيا. طيب راح أطبق هذه المسألة، طبعا بيكون عندي إما حلين إما ثلاثة إما أربعة، بس غالبا يا حلين يا ثلاثة. طيب الحل الأول هو y، عفوا x، هذا الحل الثاني وهذا الحل الثالث، أحطهم تحت مصفوفة، من بعدها أبدأ أشتقهم، مشتقة ال x بواحد، مشتقة الواحد بصفر، مشتقة ال x تربيع باثنين x، مشتقة اثنين x باثنين، مشتقة واحد ناقص اثنين x تربيع هي سالب أربعة x، مشتقة سالب أربعة x بسالب أربعة. طيب بعد ما أشتقهم أحل المحددة، طيب اللي هي أنزل ال x، نزل المحددة اللي هي أحذف صف وعمود، فيبقى معاي وأضرب، أوضح شوي، لما أحذف صف وعمود راح أضرب 2x سالب 4، هنا سالب 4x، هنا 2. طيب بعدها أنزل سالب x تربيع، أنزل المحددة هذه سالب x تربيع، أحذف صف وعمود، فراح يبقى معاي واحد وصفر وسالب أربعة x سالب أربعة. بعدها أنزل الحد الأخير اللي هو زائد واحد سالب اثنين x تربيع، يبقى معاي واحد وصفر اثنين x واثنين، وأبدأ أحل بشكل طبيعي، أنزل ال x هذه أضربها في هذه فتطلع معاي سالب ثمانية x ناقص اثنين في سالب أربعة سالب ثمانية x حتكون زائد ثمانية x. طيب سالب x تربيع أفتح قوس، سالب واحد في أربعة سالب، عفوا واحد في سالب أربعة سالب أربعة ناقص هذه في هذه تصير صفر، زائد واحد سالب اثنين x تربيع أضربهم هذه في اثنين، هذه ناقص صفر، هذا راح يختفي. طيب هنا راح تصير معي حوزع، تصير موجب أربعة x تربيع هاي بصفر، طيب اثنين ناقص صفر باثنين، فاثنين راح أوزعها على هذه، زائد اثنين سالب أربعة x تربيع، هتروح هذه مع هذه ويبقى عندي اثنين، فاثنين لا تساوي الصفر، فمعناتها أنهم independent، الحلول عندي independent لما y واحد y اثنين y ثلاثة. بما أن المفاهيم متسلسلة فإحنا درسنا ال independent ودرسنا الحلول. طيب طبعا كيف أتأكد أنهم حلول درسناه قبل في الدروس السابقة مذاكرة، بس أتوقع لما كنا ناخذ ال left hand side وال right hand side اللي احنا نعوض في المعادلة ونتحقق انهم حلول. طيب فهنا يقول لي المفهوم fundamental set of solution او مجموعة الحل الاساسية، يقول لي اذا كان عندي y1 y2 الى ال yn هذيلا solution، هذا رقم واحد انهم solution، رقم اثنين انهم independent، independent لما نتحقق عنهم من رونسكين y1 yn الى ال yn. طيب وهنا انهم يكونوا solution، فهنا اقدر اقول انهم fundamental set of solution. طيب وش تخدمني fundamental set of solution؟ تجيب لي general solution للhomogeneous. طيب لما يقول لي لما يكون y1 y2 الى yn fundamental set of solution، فانا اختصرت على نفسي الحل، فاقدر اجيب general solution. راح اكون general solution كيف؟ اللي هي تركيبة خطية، راح اقول y تساوي c1 في y1 زائد C2 في Y2 إلى CN في YN.
فاهمين عليه؟ فهم مش راح يعطونا الحل ويقولوا ترى هذيلا fundamental set of solution، لا، إما أنهم بيجيبوا لنا الواي 1 الواي 2 إلى الواي N ويقولوا لنا أنهم solution، وأوجد الجنرال solution للهم جينيس عن طريق، طبعا لما يقول لهم solution فتحقق من الشرط الأول لهم solution، فروح أتحقق من الشرط الثاني اللي هم independent بالرونسكي. طيب في حال هم ما قالوا أنهم solution، فأنا مضطرة أن أطبق قانون left hand side والright hand side عشان أتحقق أنهم solution. بعد ما أتحقق أنهم solution فرح أتحقق أنهم independent عن طريق الرونسكن. بعد ما أتحقق أنهم solution وأنهم independent، بعدها رح أقدر أكون التركيبة الخطية للgeneral solution of homogeneous. طيب زي هنا عندنا مثلا يقول لي is y1 y2 from general solution، أعطيني في فقرة A، أعطيني المعادلة، أعطيني y1 و y2 وطالب مني الجنرال سوليوشن، مش متأكد منهم انهم سوليوشن، انا متأكد انهم اندبندنت، فقط طالب مني الجنرال سوليوشن. فكستيب 1 هنا طبعا ما حط للخطوات، تحقق انهم سوليوشن اللي هم نعوض في المعادلة ونتحقق انهم سوليوشن، اللي هو لو مثلا مسكنا الواي 1 راح اجيب، راح امسك اروح للمعادلة من المشتقة الثانية، فراح اجيب مشتقة اولى ومشتقة ثانية، راح اعوض في المعادلة، اذا طلعت معي صفر فمعناتها واي 1 السوليوشن، ارجع اكرر نفس الخطوات مع y2، اجيب الواي داش والواي دبل داش واعوض في المعادله وبتعطيني صفر، اكنها راح تعطيني صفر، ليش؟ لانه يقول اصلا هي هوموجينيس. طيب بعدها راح اتحقق من الرونسكن هذه الواي 1 وهذه الواي 2، اوجد المشتقه الاولى اليهم، بعدها ضربهم وحط بينهم حاصل جمع وضرب هذيلا. طيب طلع معي سالب 6 فهي اندبندنت. طيب فهنا يقول لي y1 y2 from form the fundamental set of solution، fundamental set يعني تحققت انهم solution وتحققت انهم independent، فانا اقدر بكل سهوله ان انا اكون الجنرال solution اللي هي التركيبه الخطيه. نفس الشيء بالنسبه الى الفقره الثانيه اللي هي جاب الجنرال solution بعد ما تحقق انهم solution، بعد ما تحقق انهم من بعدها راح ندرس النون هوموجينيس اللي هي الطرف الثاني ما تساوي صفر. وسبق وقلت ان اذا كان عندي نون هوموجينيس انا عندي خطوتين، خطوة اولى اني راح اشتغل عليها كهوموجينيس، خطوة ثانية راح اشتغل عليها كنون هوموجينيس. طيب كهوموجينيس احنا درسنا، احنا نتحقق ان الواي 1 واي 2 الى الواي ان اولا سوليوشن، ثانيا انهم اندبندنت عن طريق الرونسكن، بعدها أكون الجنرال سوليوشن للهوموجينيس. أرجع وعيد إن أنا أتكلم عن هوموجينيس. طيب كخطوة أولى أتكلم عن هوموجينيس. طيب رمز الهوموجينيس اللي هي YH. طيب هنا المفروض طبعاً ثلاث خطوات، كخطوة ثالثة إن أنا أكون الواي اللي هي تساوي YH للهوموجينيس زائد YC للنون هوموجينيس. أتوقع لا YP عفواً مش YC. طيب كخطوة ثانية في هذا الدرس ما رح نوجد حل الـ YP، بس رح نتأكد أنها YP. طيب كيف شكل الـ YP؟ ما رح تحتوي على ثوابت، يعني مش زي الـ YH اللي فيها C1 C2 إلى ما إلى ذلك. طيب كيف أتحقق من الـ YP؟ نفس لما يكون عندي Y1 اللي هي حل، أثبت أنها حل، فبكل سهولة رح أطبق الـ Left Hand Side والـ Right Hand Side. نفس الشيء يكون مثلا عندي YP، مثلا يقول لي YP تساوي 2 2 X، لا ما أعلم 2 مثلا 2 X A 2 X تربيع. طيب ويقول لي أثبت أنها مثلا أثبت أن هذه YP والمعادلة كانت Y double dash، فبكل سهولة راح أجيب YP dash YP double dash وأعوض في القانون، هل عفوا مش في القانون في المعادلة، هل راح يعطيني الطرف الثاني اللي مثلا راح تطلع مثلا 1 على X، هل راح تطلع لي الطرف الثاني أو لا؟ طيب وكذا آخر خطوة راح أجمع الحلول. طيب ألاحظ عندي هنا هذا المثال يقول لي لما يكون عندي y1 تساوي e أس 5x y2 تساوي e أس سالب 5x وعاطيني هذه طبعاً هذه المعادلة الأساسية اللي هي نت هوموجينيس، بس يقول لي إنهم تراهم سوليوشن، أعطاني معلومة إنهم سوليوشن فقط، وعطاني الـ YP. طيب اللي هي يقول لها particular solution. طيب كمبدئيا
راح أطبق الثلاث خطوات، اللي هي أولا أوجد الـ YH، ثاني خطوة اللي هي أوجد الـ YP، وثالث خطوة اللي هي Y تساوي YH زائد YP. طيب YH أتكلم كهوموجينيس، أول خطوة يقول لي إن هي هوموجينيس، عفوا سوليوشن، فأتحقق منها. ثاني خطوة أتحقق إنها independent. طيب حطيت الحل الأول، حطيت الحل الثاني، اشتقت إي أس 5X مشتقاتها 5 إي أس 5X، مشتقة إي أس سالب 5X سالب 5 إي أس سالب 5X، بعدها ضربت سالب 5 وجمعت جمعت الأسس، طبعا سالب 5 أجمع سالب 5X مع 5X تعطيني 1، ناقص 5 في 1 5، وأجمع الأسس في 1 أيضا فطلع معي سالب 10. لا تساوي صفر فهي independent. independent يعني عن طريق الـ fundamental set of solution أقدر أكون التركيبة الخطية للـ YH. فعندي C1 في الحل الأول زائد C2 في الحل الثاني. هنا تخلصت من step 1، أجي إلى step 2. step 2 هو عاطيني بشكل مباشر ترى الـ YP تساوي كذا. طيب أنا أوجدت الـ YH والـ YP. طيب عطيني general solution for non-homogeneous. أتكلم عن non-homogeneous. طيب مجرد اني راح اجمع الحلول بكل بساطة طلعت معاي بالحل النون هوموجينيس. عندي في مثال 12 يقول لي اثبت او اوجد الجنرال سوليوشن. طبعا كنظرة اولى الاحظ ان الطرف الثاني عندي 3x فبديه انها نوت هوموجينيس. يقول لي اثبت ان هذه الجنرال سوليوشن تبعها. طيب لما يقول لي اثبت انها الجنرال سوليوشن تبعها، فبشكل مبدئي او بديهي اني راح اطبق الثلاث خطوات. الخطوة الاولى اني راح اوجد الـ YH، الخطوة الثانية راح اوجد الـ YP، او على الاقل اني اثبت انها YP، الخطوة الثالثة اني راح اكونها. طيب لو جيت الاحظ فبشكل مبدئي ان الاحظ ان عندي هنا مجاهيل، فاقدر اقول ترى هذه الـ YH، بس هو طالب مني ان انا اثبت هي YH، وهذا الطرف الثاني الـ YP هي particular solution. طيب فاختصارا للوقت راح أحل كيف أثبت الـ YP لأن شرحنا قبل الـ YH، وبعدها راح أمر بشكل سريع على الحل بدون شرح إذا حابين تتأكدوا يعني. طيب لو أجي إلى هذه المعادلة، عندي هذه المعادلة وهذه الـ YP. الـ YP طبعا من شوي حددتها، فراح أشتق الـ YP إلى أن أوصل إلى تربل داش. طيب عندي الـ YP، أروح أجيب YP داش اللي هي سالب 12، من هذه بصفر وهذه بسالب نصف. طيب بعدها راح أوجد الـ YP دبل داش بصفر، YP تربل داش بصفر. أجي الآن أعوض في المعادلة بالـ YP اللي عندي، Y تربل داش طلعت معي بصفر، سالب 6 في y دبل داش بصفر أيضا، زائد 11 في y داش اللي هي نص، عفوا سالب نص. طيب سالب 6 في ال y اللي هي سالب 11 على 12 سالب 12 x. يعني بس عشان المساحة. طيب الآن أجي، طبعا لازم تساوي لي 3x. طيب هنا راح تصير صفر، فراح أكمل سالب 11 على 12، وعفوا سالب 11 على 2، سالب 6 راح أوزعها في موجب 66 على 12 موجب 6 على 2 موجب 6 على 2 x تساوي 3. طيب لو جيت أختصر هذه على راح أختصر هذه على الستة، فراح تضل معاي هنا على الستة بتبقى لي 11، على الستة بتبقى لي 2. طيب فراح تروح هذه مع هذه، 6 على 2 بتعطيني 3x، هنا أصلا عندي 3x، فأنا تحققت أنها هذه الـ YP. طيب فهنا عندي الحل إذا حابين تتأكدوا، وهنا تأكدت من خطوة أولى أنهم solution، فعوضت بالـ Y1 والـ Y2 والـ Y3، بعدها هنا راح أتحقق أنها أنهم independent،
فهنا تحققت. بعدها هنا تحققت من الواي بي. بعدها عندي آخر نظرية اللي هي Second Superposition Principle. طبعا هذه بتكون خاصة للنون هوموجينيوس Ordinary Differential Equation. طيب وش فكرتها؟ تقول لي لو كان عندي معادلة نون هوموجينيوس لكن هنا يختلف عندي، بيكون عندي مثلا أكثر من حد، ما بيكون عندي بس الثلاثة X، مثلا عندي ثلاثة X زائد EX زائد كوزين X، كيف راح أتعامل معاهم؟ يقول لي إن أقسمهم على حسب الحدود، لو كان عندي مثلاً حدين أقسمهم إلى ثلاث إلى معادلتين، ثلاثة حدود ثلاث معادلات. طيب كل حد أساويها أو عفواً كل معادلة أساويها بحد من حدود الطرف الثاني. طيب بعد ما خلصت من أنا صنفتهم، طيب صار عندي ثلاث معادلات بالنسبة إلى الهوموجينيوس، راح يكون عفواً كخطوة أولى إن أوجد الحل للهوموجينيوس راح يكون كلهم نفس الحل. ليش؟ لأن كلهم راح أساويهم بالصفر، فراح يكون الـ YH وحيد. طيب بالنسبة إلى الـ YP راح أحل كل واحدة على حدة، فراح يختلف معاي الـ YP، هيطلع معاي YP1 YP2 YP3 إلى ما إلى ذلك. طيب في الخطوة الأخيرة إن لما أجي الجنرال سوليوشن اللي نون هوموجينيوس، مجرد إني راح أجمع الـ YP اللي أنا طلعتهم مع الـ YH. بس هذه نظرية Second Superposition Principle الخاصة للنون هوموجينيوس.